العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشرقية نيوز نحييكم، وهذا حصادنا الإخباري لهذه الليلة. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحصاد، نبدأه بالعناوين. لجان ثم لجان ثم لجان، هذا ما خرج به اجتماع قادة الكتل. لجنة لمساعدة العباد في التغيير الوزاري، وأخرى للتحاور مع معتصم الخضراء. معتصمو المنطقة الخضراء يكبلون أيديهم بالسلاسل، والصدر يصدر 24 توجيها للمتظاهرين ويصف الاعتصام بأنه عراقي لا صدري. رابطة الشفافية تدعو البنك المركزي إلى ضبط سعر صرف دولار أمام الدينار، وتحذر من استغلال حيتان الفساد ظروف العراق الحساسة. البنتاغون يعلن مقتل جندي أمريكي وإصابة 3 بجروح خلال قصف صاروخي استهدف معسكر مخمور جنوبي الموصل. قد أخلينا خلال 48 ساعة من جزيرة الخالدية ما يقارب حوالي 6000 شخص، من بينهم النساء والرجال وكبار السن والأطفال، وأيضا هناك من عليهم شبهات. الصليب الأحمر يحذر من مصير مجهول ينتظر 35 ألف نازح من هيت، وقباس في قبضة القوات المشتركة. وفي هذا الحصاد، أوساط توزيع المنتجات النفطية في النجف تتبادل الاتهامات بالفساد، وعطش النازحين في مخيمات كربلاء ينتهي بهم لحفر آبار بدائية. أهلا بكم. أنهى قادة الكتل السياسية اجتماعا في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، من دون الخروج بنتائج حول التغيير الوزاري المرتقب وملف الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء. وقال مستشار الرئاسة العراقية شيروان الوائلي إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل الثلاث لجان، الأولى لمساعدة العبادي في ملف التغيير الوزاري، والثانية للتحاور مع قادة الاعتصامات، مع أهمية فرض سلطة القانون والدولة في بغداد ومنع أي مظاهر مسلحة أمامه. أما الثالثة فتتعلق بحسم ملف رئاسات الهيئات المستقلة التي تدار. من جهتها ذكرت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء أبلغ الحاضرين بأن التعديل الوزاري قد يجري خلال الأسبوع المقبل إذا ما تعاونت معه اللجنة الممثلة للكتل السياسية أو الممثلة للكتل السياسية، من دون أن يحدد الوزارات المشمولة أو ما إذا كان هذا التغيير سيكون شاملا أو جزئيا. ووصفت المصادر التي شاركت في الاجتماع، وصفت الأحاديث التي دارت خلاله بأنها ذات نهايات سائبة ولا تمس أصل المشكلة، وأن القسم الأعظم من الاجتماع ركز على دعم الكتل للعبادي في خطوات الإصلاح. توضيح بالنسبة للجان، لجنة مساعدة رئيس الوزراء سميت، اللي هي مهامها خلال أسبوع لازم تنجزها، تساعد رئيس الوزراء في التعديل الوزاري اللي هو مطروح طبعاً، تساعد رئيس الوزراء في عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. المجلس مقام الآن، ولكن هذه اللجنة مهمتها أن تتدخل وتساعد رئيس الوزراء في هذه المهمة. والمهمة الثالثة في مجمل الإصلاحات، لأنه الإصلاحات هي ليس فقط تعديل وزاري ومكافحة الفساد، واجب هذه اللجنة. اللجنة الأخرى اللي هي لجنة زيارة المعتصمين أو قادة التظاهرات أو قادة المعتصمين أو ممثليهم السياسيين، هذه اللجنة ممثلة من السادة ينادم كنة والدكتور ضياء الأسدي والأستاذ حميد مجيد موسى والسيد كاظم الشمري عضو مجلس النواب. هذه اللجنة ستزور قيادات الاعتصام وتسمع المطالب وتنقلها إلى الحكومة وإلى اللجنة الرئيسية في الرئاسات. اللجنة الأخرى أيضا، هذه اللجنة مهمتها هي مهمة حسم ملفات الوكالات أو الهيئات المستقلة. طبعا هذه اللجنة هي أيضا لجنة مهمة تعاون وتساعد رئيس وزراء في حسم
الهيئات رئاسات الهيئات المستقلة اللي هي على سبيل الوكالة، وتنهي حسب الأطر الدستورية بتعيين رؤساء لهذه الهيئات مستقلين ومهنيين حسب ما أشار إليه الاجتماع. بالتأكيد العمل تكاملي بين اللجنة ورئيس وزراء، وهذه اللجنة هي ممثلة للكتل السياسية والرئاسات الثلاث، وأهم شيء في هذه اللجنة هو تحديد مدة زمنية خلال أسبوع، لأنه الوضع لا يتحمل استطالة أو إطالة أكثر من الموجود الآن. تم تحديد المدة وهذا شيء مهم. تم أيضا موافقة رئيس الوزراء مع طبعا والكتل السياسية بالتكامل بهذا العمل. رئيس الوزراء هو المسؤول في التعديل الوزاري، وهو الذي سيعرض التغيير أو التعديل أمام مجلس النواب، ولكن هذه اللجنة هي ممثلة الكتل السياسية التي ستصوت على الوزراء المستبدلين أو المرشحين الجدد. غدا ستباشر هذه اللجنة الرباعية من قادة كتل سياسية مهمين ومسؤولين وجادين، ستباشر هذه اللجنة غدا بالاتصال في المعتصم بالمعتصمين وكذلك بممثليهم السياسيين. بالتأكيد لا نبغي أنه الاعتصامات تطول إلى هذا لهذا، لأنه المعتصمين هم أبناء الشعب العراقي ولهم مطالب، وبنفس الوقت هذا يؤثر بشكل عام على استنفار القوات. فالعملية هي مسؤولية الجميع، وغدا سيبدأ إن شاء الله البدء بحل هذا الموضوع، بحل موضوع المعتصمين. وأكد رئيس ائتلاف العربية صالح المطلق مساندته لكل احتجاج على الفساد في العملية السياسية والأخطاء المتراكمة التي حصلت منذ 2003 وحتى اليوم. المطلق قال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع قادة الكتل، قال إنه يدعم إجراء تغيرات جذرية في العملية السياسية من أجل ذهاب البلد في الاتجاه الصحيح. سنكون ساندين لكل احتجاج يظهر على الفساد الذي حصل في العملية السياسية منذ 2003 ولحد اليوم، على كل الأخطاء المتراكمة التي حصلت في العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن، ونحن معهم في إجراء تغيير جذري في العملية السياسية لكي يذهب البلد بالاتجاه السليم الذي يتناسب مع العراق وسمعته وتاريخه ووضعه في المنطقة. أما الإبقاء على العملية السياسية على ما هي عليه الآن فلن يزيد الموضوع إلا مزيد من التوتر، ولذلك نحن ساندين للمتظاهرين والمعتصمين الذين يطالبون بالإصلاحات الجذرية في العملية السياسية، ولكن بالحفاظ بشكل متوازي على أمن المواطن وحياته. هذا قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البيات إن اجتماع قادة الكتل أرسل رسالة واضحة بضرورة فرض القانون في بغداد ومنع حصول خروقات أمنية في العاصمة. والاجتماع ارتقت إلى مستوى التحديات، لا زالت هناك آمال كبيرة على أننا نستطيع عبور هذه الأزمة والممر الضيق، لأننا نملك الإرادة وكذلك نملك الكثير من النقاط التي ممكن أن يتفق عليها. نتفهم سلمية المظاهرات وكل ما من شأنه أن يكون بطريقة سلمية، ولكن لابد أن نطمئن الناس على أمنهم وعلى أموالهم وعلى استقرارهم. الاجتماع أوصل رسالة واضحة، ضرورة فرض القانون وضرورة العمل مع الأجهزة الأمنية والإشادة بالأجهزة الأمنية وانضباطها وبانضباط المتظاهرين وكذلك مراعاتهم للقواعد والقوانين. لقد أوصل المتظاهرين والمعتصمين صوتهم. وقال رئيس كتلة تحالف القوى النيابية أحمد المساري إن اجتماع قادة الكتل اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة ملف التغيير الوزاري وآليات هذا التغيير والوزارات التي سيشملها، على أن تجتمع الأسبوع المقبل من أجل طرح رؤيتها. الاتفاق صار على أن تشكل لجنة من الكتل السياسية. هذه اللجنة تبدأ بالتحاور والتفاوض مع قادة المعتصمين لكي نستمع إلى مطالبهم ويتم التحاور والتفاوض في تنفيذ هذه المطالب. حقيقة وجدنا استجابة من كل الكتل السياسية ورغبة من الكتل السياسية إلى المضي في الإصلاحات وتنفيذ هذه الإصلاحات، إضافة إلى التغيير الوزاري الذي طرحه السيد رئيس مجلس الوزراء. الكتل السياسية كلها أبدت التعاون في تنفيذ هذا التغيير، وأيضا ستناقش اللجنة التي شكلت
كيفية عملية التغيير وما هي آليات التغيير وما هي الوزارات التي ستشمل بعملية التغيير. الأسبوع القادم إن شاء الله سيتم الحوار والتشاور واللقاءات مع قادة المعتصمين لكي نعرف ما هي مطالبهم ويتم إيصالها إلى الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه المطالب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد خسرو جوران رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلماني. أهلا بك سيد خسرو. يعني أنت كنت حاضرا في هذا الاجتماع الذي وصف بالاجتماع الطارئ والمهم، ماذا افتهمت من هذا الاجتماع؟ يعني يقال بأن السيد العبادي 45 دقيقة كان يتكلم في هذا الاجتماع جرة واحدة، ما الذي فهمته من هذا الاجتماع؟ خرج بلجان، ويقال بأن في العراق كل ما تريد أن تسوف قضية شكل لجنة ونام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كان هناك اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث مع قادة أو ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية. طبعا الاجتماع كان مخصص أساسا للاعتصامات والمظاهرات الأخيرة التي حصلت في بغداد يوم أمس، وكيفية إيجاد سبل لاحتواء الأزمة. أيضا تم التطرق إلى أمور أخرى بعد ذلك. كل الجهات المشاركة في الاجتماع كانوا طبعا مع إيجاد حلول وليسوا مع التصعيد، وكانوا مع إيجاد تفاهمات لإجابة هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين. نحن اقترحنا أن يشكل لجنة للمباشرة مع التفاهم مع ممثلي المعتصمين، وفعلا تم تشكيل لجنة من 4 أشخاص لزيارة ممثلي المعتصمين ومن يمثلهم والسماع إلى مطالبهم وحثهم على ترك الاعتصامات بعد أن توعدهم بتنفيذ الإصلاحات اللي أصلا كانت موجودة على طاولة العمل سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء. نعم، تحدث رئيس مجلس الوزراء بإسهاب عن الوضع الأمني، وكلنا يعني حاولنا أن نساعد الحكومة في استتباب الأمن في العاصمة وفي حل الأزمات الموجودة الأمنية الموجودة في بغداد. لا. يعني بعد هذا الأمر تم التطرق إلى موضوع التغيير الوزاري وكيفية الاستمرار في إجراء الإصلاحات ومحاربة الفساد وغيرها من الأمور. تم تشكيل لجنة ما عدا اللجنة التي ستتفاهم مع المعتصمين، تم تشكيل لجنة لمساعدة دولة رئيس الوزراء بخصوص التغيير الوزاري وبخصوص الهيئات المستقلة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الأمر. يعني نحن طرحنا بأن موضوع التغيير الوزاري مبهم وغير واضح لنا، لأن إذا كان الموضوع فقط تغيير أسماء وطرح أسماء جديدة فهذا لا يعتبر إصلاح. سيد خسرو كرم، لو سمحت لنا، يعني تشكيل اللجان أمر معتاد عليه في العراق وسمعنا عن هذه اللجان، ولكن عندما يعقد اجتماع طارئ ما هي أبرز الملفات التي تم طرحها؟ هل من مقررات على أرض الواقع؟ أنتم كحزب ديمقراطي كردستاني لديكم وزراء في هذه الحكومة، ماذا فهمتم من العبادي عدا اللجان؟ نحن ليس لدينا أي مشكلة مع وزرائنا في الحكومة، وهذا كان سؤالنا طبعا. إذا ما هي نية دولة رئيس الوزراء فيما يخص التعديل الوزاري؟ هل هذا التعديل تعديل جزئي أو تعديل شامل؟ وعلى أي أسس مبنية هذا التعديل؟ كما تعلمون الحكومة الحالية مبنية على أسس التوافق الوطني وعلى أسس الاستحقاقات الانتخابية، ونحن في وضع
في العراق لا نستطيع أن نشكل حكومات على أساس الأغلبية والأقلية. نحن كلنا شركاء في هذه الحكومة إلى أن نصل إلى بر الأمان. ما حصل في هذا الاجتماع هو خروج المجتمعين ببيان ختامي تضمن 6 نقاط تقريبا. الأولى كما ذكرت تشكيل لجان للتفاوض مع المعتصمين وتشكيل لجان لمتابعة مسألة التغيير الوزاري ومسألة ملء الفراغات الموجودة في رئاسة الهيئات المستقلة. وأيضا نقاط أخرى مهمة كانت كيفية الاستمرار في برنامج الإصلاحات وتكليف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد للتعجيل في عملها بموضوع محاربة الفساد وجلب المتورطين بالفساد إلى القانون. ومسألة الأمن في بغداد هذه مسألة مهمة. يعيش في بغداد أكثر من 7 ملايين شخص بدون شك كلهم قلقون حاليا بسبب الأوضاع، ولهذا يجب أن يكون هناك إعاز إلى الأجهزة الأمنية بحفظ حياة وممتلكات المواطنين. وكان هناك أيضا اقتراح من السيد الرئيس مجلس النواب بوضع آلية للمزيد من تشريع القوانين المعلقة. وبدون شك الأسبوع القادم ستقوم هذه اللجان التي تم الاتفاق عليها بعملها. شكرا لك رئيس كتلة الديمقراطية الكردستاني السيد خسرو كوران. حصدنا ما زال مستمرا وفيه. معتصمو المنطقة الخضراء يكبلون أيديهم بالسلاسل، والصدر يصدر 24 توجيها للمتظاهرين ويصف الاعتصام بأنه عراقي لا صدري. البنتاغون يعلن مقتل جندي أمريكي وإصابة 3 بجروح خلال قصف صاروخي استهدف معسكر مخمور جنوبي الموصل. شوف يعني لا عندنا ماي، يعني اضطرينا ماكو ماي، كل 12 يوم يجينا التنكر يترس 1000 لتر. الصليب الأحمر يحذر من مصير مجهول ينتظر 35,000 نازح من هيت وأقباس في قبضة القوات المشتركة. قطع المعتصمون أمام بوابات المنطقة الخضراء الطريق الرئيسي المؤدي إلى مجلسي الوزراء والبرلمان العراقيين، وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام حتى 9 نيسان وهو تاريخ ذكرى غزو العراق. وربط معتصمون أنفسهم بسلاسل وجلسوا على الأرض عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة ساحة الحرية دلالة على رفضهم لفض الاعتصامات قبل تحقيق مطالبهم. وأصدر رئيس التيار الصدري سيد مقتدى الصدر توجيهات جديدة للمعتصمين أمام المنطقة الخضراء، دعا فيها إلى إبعاد العصاة عن الاعتصام ومنع حمل السلاح والتعاون مع قوات الأمن التي وصفها بالمتعاطفة كليا مع مشروع الإصلاح. الصدر أكد في توجيهاته للمعتصمين أن الاعتصام عراقي لا صدري ولا للسرايا أو أي جهة أخرى تابعة له على الإطلاق، وأن المخالف عاص. وحذر الصدر من المنشورات التي توزع بين المعتصمين وقال إنها قد تكون من جهات تريد زعزعة أمن المعتصمين، كما دعا إلى عدم السماع للشائعات وعدم تناول الأطعمة إلا من المواكب المخصصة.
واختتم الصدر بيانه بالدعوة إلى إعطاء الحرية للصحافة في تغطية الاعتصامات، كما منع أي تصريحات نارية وغير مسؤولة. وتوزعت أكثر من 300 خيمة للمعتصمين على أرصفة وشوارع بمسافة تقل عن 20 مترا عن إحدى بوابات المنطقة الخضراء في كرادة مريم، وتحديدا في حي التشريع. وتسبب نشر الخيام بإحداث عرقلة نسبية لحركة المارة وتنقل المركبات في الكرخ والرصافة، فيما نشرت السلطات الأمنية مفارز إضافية لتأمين محيط الاعتصام. سيف عبد الوهاب والتفاصيل. خيام المعتصمين لا تبعد سوى 20 مترا عن أكبر بوابات المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، المكان كرادة مريم أو ما يسمى بحي التشريع. خلفي هنا مبنى البرلمان العراقي ومجلس الوزراء ومقار مسؤولين وبيوتهم، إضافة إلى مؤسسات حكومية. من يمتلك الإرادة يصنع المستحيل، هذا ما قاله المعتصمون أمام المنطقة الخضراء في يومهم الثاني. المعتصمين قضوا ليلتهم الأولى في خيامهم وسط تنظيم عالي المستوى صنف من قبل مراقبين. أكثر من 300 خيمة كبيرة وصغيرة توزعت على طول شارع كان ولا يزال يمتلك خصوصية أمنية. أكسباير الحكومة العراقية انتهت الصلاحيات مطلقا، سواء خرج لنا من في داخل الخضراء والحمراء اسمها السيد أو لم يخرج، فلو كان شجاعا فليخرج. سواء كان الكلام سلبي أو إيجابي، فأبناء الشعب العراقي اليوم توحدوا، وما ترونه أنتم من خلال هذه الفضائية المعطاءة فضائية القناة الشرقية، يرون الجميع أن أبناء الشعب العراقي لديهم علم واحد وهو العلم العراقي والهتاف واحد. والله العظيم لا من البارحة لا حد طب علينا لا حد طلع علينا، يخافون ضامين رؤوسهم جوا طالع زين. اريد واحد من عندهم، ماكو احد يعني من العبادي من المالكي، ما موجود ولا واحد. كلا كلا للفساد، انا اليوم محاسب، ذمه برقبتك يا سيد مقتدى. محاسبتهم ما اريد اصلاح، انا انظلمت، انا اريد حقي، بس اريد حقي اخذه من عندهم. هذا اللي يكفيني. حب الوطن من الإيمان. نعم للعراق. اليوم سوف نسقطكم ونرسلكم إلى السجون ونحاسبكم على كل فلس سرقتموه من أبنائها بالشعب العراقي. الإجراءات الأمنية المتبعة من قبل السلطات العراقية ببغداد شملت نشر مفارز ثابتة ومتحركة وقطع طرق رئيسية تربط مناطق الكرخ بالرصافة، خلف زحامات واختناقات مرورية جعلت مواطني العاصمة يسلكون طرق بديلة من أجل الوصول إلى مكان عملهم. الحصة الأكبر هي مناطق الكرخ وأكثرها تضررا بحسب ساكنيها. الازدحامات كل شوية زين، الطرق كلها مسدودة. ليش يعني؟ على شنو؟ ناس جاية مسالمين، لا جاية بإصلاح ولا أبد، مجرد جايين يعتصمون هنا بالباب، ما لهم أذية الناس. والله أنا بالنسبة إلي ما أهتم، يعني أنا شاب، بس بالنسبة لكبار السن هذول شنو مكانهم؟ انه لا يقدرون يمشون لا هاي. الحمد لله والشكر نقول على كل حال. سدوا عين الطرق وازدحامات وابرياء ماكو، يعني واثرت عينه هواي يعني بالشارع. للشرقي نصيف عبد الوهاب، بغداد. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث باسم المعتصمين القيادي في التيار الصدري السيد أمير الكناني. مساء الخير سيد أمير. إذن مشهد مليء بالزخم والحراك الشعبي، أكثر من 300 خيمة اعتصام وبضع أمتار فقط عن بوابات المنطقة الخضراء، إلى أين ستجري الأمور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. أنا لست متحدثا باسم المعتصمين، أنا عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار. المعتصمين لديهم لجنة ولديهم بالتأكيد من يمثلهم. أما فيما يخص الاعتصامات، فقط للتوضيح على ما ورد في تقريركم بأنه لا يوجد هناك الآن أي قطع للطرق، وهناك انسيابية عالية لحركة السير. أما إذا كانت قطوعات هنا أو هناك فهذه بناء على قرار من الأجهزة الأمنية وليس بسبب الخيم أو الاعتصامات، كون نصب الخيم حسب ما كنا نتجول مع
الأخوة المسؤولين على الاعتصامات أنها قد وضعت في أماكن لا تعيق لا سير الطرق ولا تؤدي إلى أي إشكال أمني لعمل الأجهزة الأمنية وممارسة مهامها الموكلة إليها، علما أنه كل الخيم ووجود المعتصمين هو بحماية الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية منذ يوم أمس ولهذا اليوم قدمت عمل جبار تشكر عليه من حيث التنسيق والتعاون ما بين اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاعتصام وما بين القيادات الأمنية، من روح تعاون، من عدم وجود أي اعتداء، عدم وجود أي تجاوز، عدم وجود أي خرق. هذا يختلف عن التظاهرات والاعتصامات السابقة قبل سنوات التي كانت تحدث في بغداد أو في المحافظات، كانت هناك بعض الخروقات وبعض الإشكالات، وكلنا يتذكر اعتصامات 2011 كيف حدثت خروقات حتى وصلت إلى تدخل منظمات دولية للحفاظ وحماية حقوق الإنسان. لكن أعتقد حكمة قائد عمليات بغداد وحكمة المعتصمين والتزامهم بتوجيهات سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله قد ذللت كثير من العقبات وخرجت بتظاهرة واعتصام نموذجي يرقى إلى مستوى الدول المتقدمة التي توجد فيها الديمقراطيات منذ مئات السنين. نعم سيد أمير، فقط للتوضيح، يعني يبدو أن الأمر التبس لديك. التقرير الذي عرضناه قبل قليل لا يتحدث عن قطوعات للشوارع قام بها المعتصمون أبدا، التقرير كان واضحا يتحدث عن قطوعات في الشوارع قامت بها الجهات الأمنية وشاهدت الأسلاك الشائكة، هذا ما أوضحه أحد المواطنين في التقرير، ولم يتحدث عن قيام المعتصمين بالقطوعات، يعني ربما الأمر التبس لديك. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني هناك خشية من اختراق المعتصمين، هل هذه الخشية من اختراق المعتصمين سياسيا بمعنى تسييس هذه الاعتصامات، أم الخشية من استهدافهم وإحداث بلبلة وتفجيرات ربما بالجانب الشق الأمني وليس السياسي؟ الخشية من من؟ نعم أحسنت، فيما يخص القطوعات كانت من يوم الخميس الماضي قطوعات مبالغ فيها من معرض بغداد الدولي ومن مدينة الصدر، وكانت جدا الإجراءات مبالغ فيها مما جعل أنه المعتصمين يضطرون إلى إزاحة بعض الأسلاك للدخول والوصول إلى مكان التظاهر. ما يخص الخشية حقيقة خشية غير مبررة، يعني الحكومة الظاهر متعودة على أنه يكون التظاهرات والمعتصمين بعيدة عن المقرات الحكومية، وهذا خطأ قد عودت الحكومة المتظاهرين عليه للأسف الشديد. في كل الدول الديمقراطية المتقدمة ومن بينها الولايات المتحدة، عندما يخرج المتظاهرين والاعتصامات تكون بالقرب من البيت الأبيض، وهي أكبر دولة شنا ما بين الولايات المتحدة، ويسمعون صوتهم إلى أصحاب القرار. لذلك هذه التظاهرات والاعتصامات من الضروري أن تكون ليس حقيقة قرب المنطقة الخضراء، بل على العكس، بما أن هناك قرار من القائد العام للقوات المسلحة الأخ رئيس الوزراء بفتح المنطقة الخضراء، من الضروري أن يدخل المتظاهرين والمعتصمين بالقرب عن قريب عن بناية مجلس الوزراء وبالقرب من مجلس النواب، مع مسافة كافية ما بين هذه الأبنية والمتظاهرين أو المعتصمين لإيصال رسالتهم، ويخرج وفيد يستمع إلى طلباتهم. هذه الخشية من وجهة نظري غير مبررة. إذا قالوا بأنه قد يحدث خرق أمني، ما إحنا صار لنا 10 سنوات يا سيدي الكريم هي خروقات أمنية، عندنا الأحد الدامي وعندنا الثلاثاء الدامي وعندنا الأربعاء الدامي وعندنا تفجيرات مدينة الصدر وعندنا تفجيرات ديالة وعندنا تفجيرات بابل وعندنا تفجيرات الناصرية وعندنا تفجيرات في كل مكان ننزف دما منذ سنين، ما علاقة هذه التظاهرات والخروقات الأمنية؟ بمعنى الآن لو انسحب المعتصمين وعادوا إلى دورهم هل تنتهي التفجيرات؟ ما هم خرجوا لأن أكو خروقات أمنية، عندنا مشكلة بإدارة الملف الأمني منذ 10 سنوات، عندنا مشكلة بالملف الخدمي، عندنا مشكلة بالملف الاقتصادي، عندنا مشكلة بعلاقاتنا الخارجية، عندنا مشكلة بالطبقة السياسية، عندنا مشكلة داخل السلطة التنفيذية، عندنا مشكلة تشريعية والقضائية، هم خارجين لإصلاح هذه المنظومات.
يريدون فريق أمني يحمي بغداد ويحمي العراق، يريدون فريق تنفيذي يدير مؤسسات الدولة بشكل جيد ويحفظ حقوق هذه الناس، يريدون فريق في السلطة التشريعية يهتم ويقوم بتشريع القوانين التي تهم المواطن، يريدون سلطة قضائية تكون عادلة لا محسوبة على جهة ولا تناغم جهة. ما هي هاي مطالبهم يا سيدي الكريم. والآن يجون بعض الأخوة ويقول اندسوا بهم بعثيين راح يجون داعش. أنا أقول لهم من هذا المنبر إمام البعثيين موجودين في مراكز حساسة في الدولة الآن، حتى ما يقدرون يجون وين المتظاهرين لأن المراكز الحساسة تخلو حقيقة. فهاي لا يهمون الناس، لا يصمون ذول المتظاهرين البسطاء اللي مطالبين بحقوق مشروعة، يصموهم بأوصاف أصلا غير مؤدبة للأسف الشديد. هسه انزل خلي ينزل أي مسؤول، ينزل للشارع، خلي يطلع رئيس الوزراء يذهب إلى أي منطقة، يروح لمدينة الصدر، للشعلة، للأعظمية، أي منطقة، الباب الشرجي، ينزل وين الناس وخلي يسمع مطالبهم. هي نفس هاي المطالب، هي مو مطالب غريبة، يريدون إصلاح ويريدون يعني بارقة أمل بأن البلد سيؤسس بشكل جديد، ستكون هناك استراتيجية لإخراج البلد من أزمته المالية والاقتصادية. يعني من إجوا للإصلاحات المالية أول ما مسوا بعض الشرائح الموظفين في مجال الصحة أو في مجال التربية أو في مجالات أخرى، وهي هاي السياسة الناس خايفة منها. بعد أشهر أكو تهديدات ومخاوف أن الرواتب راح تنقطع، أنه كذا، أنه راح تغلق الحدود، أنه فهاي كلها مخاوف ناهيك عن أجهزتنا الأمنية. سيد أمير لو سمحت لنا منهم كنا نعول عليهم وأكثر من مليون جندي، مجموعة أفراد من داعش تسقط عندنا 3 محافظات في ليلة وضحاها. هي هاي المنظومة اللي أعول عليها الآن. إحنا نريد منظومة أمنية تحمي البلد بشكل مهني وتتأسس بشكل يعني سليم. اليوم كان هناك اجتماع للكتل السياسية، لو سمحت لي، اليوم كان هناك اجتماع للكتل السياسية وخرج بتشكيل لجان ومنها لجنة للتحاور مع المعتصمين. سؤالي هو على ماذا ستتحاور هذه اللجنة مع المعتصمين إن كانت المطالب والشعارات واضحة؟ مع من ستتحاور ولمن ستنقل وجهة النظر وكيف تلقت الأوساط الشعبية هذا الخبر؟ يعني من حيث المبدأ الاجتماع الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية خطوة إيجابية جدا، والنتائج التي خرج تختلف عن النتائج السابقة. كانت أغلب الاجتماعات هي اجتماعات بروتوكولية، سواء اجتماعات التحالف الوطني أو قادة الكتل، وبغض النظر عن هذا الاجتماع يكون برعاية من. نتيجة هذه الضغوطات حقيقة خرج الاجتماع بشيء من التوصيات. الأولى، اللجنة التي ستلتقي بالمعتصمين بالتأكيد يجب أن تضع لها هاي اللجنة برامج، أنه راح تلتقي ويا المعتصمين، شنو طقوا ياهم صورة، لو تأخذ مطالبهم وتوصلها إلى الأخ رئيس الوزراء للاستجابة لهذه المطالب. النقطة الثانية والمهم، اللجنة اللي تتكون من 11 شخص، هذه أيضا لجنة مهمة وحددت فترتها بأسبوع. وسابقا كانت إذا ما أردت أن تسوف قضية هو أن تشكل لها اللجنة وينتهي الموضوع ويتموع وتنتهي أشهر وسنوات ولن تجدي نفعا. هذه اللجنة التي تكون من داعش فيها التحالف الوطني سيكون ممثل، والكرد، والاتحاد القوى، وممثلين 3 من الرئاسات 3. هذه اللجنة حدد لها فترة أسبوع تعمل على برنامج الإصلاح الحكومي، سواء على مستوى الكابينة الوزارية أو الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة. إذن أكو خطوة متقدمة، أكو مدد زمنية، وهذا في وجهة نظري من محاسن ومن بركات المعتصمين، لم يأتي من خلال ترف القادة السياسيين أو ما شابه. ونتذكر حزمة الإصلاحات الأولى التي يعني السيد أمير، السيد أمير قبل أكثر من 6 أشهر أيضا كانت ببركات المتظاهرين عندما سيد أمير. يعني أنت ذكرت هنا عبارة حقيقة جميلة ومهمة يجب أن نتوقف عندها قليلا لو سمحت لي. حزمة الترشيق الإداري وصوت عليه وانتهى الموضوع. سيد أمير الآن نتمنى عذرا المقاطعة، ولكن ذكرت عبارة جميلة أريد أن نتوقف عندها. تقول لا نريد لجنة لالتقاط الصور مع المعتصمين بل تستمع إلى مطالبهم. اللجنة التي خرجت بها اجتماع اليوم مكونة من 4 أشخاص
من ضمنهم السيد ضياء الأسدي القيادي في التيار الصدري. يعني ألم يستطع السيد ضياء الأسدي نقل مطالب المتظاهرين إلى الاجتماع قبل تشكيل اللجنة؟ يعني كيف تقنعني أن هذه اللجنة ستحل القضية وأن هناك خطوات جدية من قبل الحكومة للوصول إلى طرق مفتوحة وليس إلى طرق مسدودة؟ ضياء الأسدي باللجنة يجي يتحاور ويا الصدريين، اشتردون وما تردون، ما شيء ما منطقي يا سيد أمير. نعم يعني 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 بالتأكيد هذا ما خرجت بقيادة الاجتماع هذا اليوم القادة السياسيين. وأعتقد وجود الدكتور ضياء الأسدي هو رسالة تطمين، لأن وجود الدكتور ضياء الأسدي ما بين المعتصمين والمتظاهرين هو عامل اطمئنان للأخوة الأعضاء، لأن أي سياسي الآن حقيقة الشارع ناقم عليه، ما يستطيع أي نائب الآن ينزل على بالقرب من المعتصمين، هم نظريتهم التغيير الشامل، فما يستقبلون السياسي، يقولون لهم ضحكتوا علينا صار 10 سنين يومية تقولون مطالب. فالدكتور وجوده هو رسالة اطمئنان ليس أكثر، لأن الدكتور هو أعرف بمطالب المعتصمين والمتظاهرين، وسبق للدكتور أن قدمها عشرات المرات باجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني واجتماعات الهيئة القيادية واجتماعات قادة الكتل. كل اجتماع نحن نقدم هذه الطلبات، نقول لهم يابا هذه طلبات الناس. وجود هذه اللجنة مهم، أما عدم التعاطي بإيجابية مع المعتصمين هي رسالة خاطئة. لذلك إذا ما خرجت اللجنة وفيها 3 مع الدكتور ضياء وهم من مكونات مختلفة، بالتأكيد راح يشوفون بعيونهم ويسمعون من هاي الناس شو تريد، شنو مطالبها، تلامس مشاعرهم حاسيسهم، شنو الإشكالات اللي عندهم، وينقلوها من يقعدون رئيس الوزراء. إذا يسمع من دكتور ضياء، دكتور ضياء يعتبر على التيار الصدري، الأخ رئيس الوزراء يجوز ما يسمع منه وما يتقبل من عندنا، إحنا صدريين وأصحاب مبادرة، بس من يسمع 3 آخرين، ما معقولة هاي كل الناس تكذب عليك يا رئيس الوزراء. إضافة إلى الفريق اللي 11 اللي راح يشكل، أيضا ذولا المفروض هم يطلعون يسمعون، هم يطلعون يسمعون حتى من يروحون يوم رئيس الوزراء ويقولوا له شوف الوضع واصل إلى مرحلة بعد ماكو مجال للتسويف. يعني ما بين حزمة إصلاح وحزمة إصلاح سنة ونصف، هذا مو منطق، ما راح تخلص عمر الحكومة باقي لها 2 وإحنا بعدنا نرفع شعار الإصلاح. الدول في عمرها اليوم إلى تأثير، ما بالك إحنا 4 سنين ما لها تأثير الوقت عندنا للأسف الشديد. لذلك تجد كل أزمة تحل بأزمة أكبر منها، وعندما تريد توصل لهاي الأزمة تجتمع وتشكل لجنة وتجيك أزمة أكبر منها. إلى أن راحت مدننا، اقتصادنا انهار، وضعنا بدول الخارج غير محترم، العراق الآن طيب في سيد أمير. الدول بالنسبة للفساد، عواصمنا الآن في ذيل الدول بالنسبة للمناطق التي يمكن العيش فيها. يعني كل هذا ما يحرك الحكومة سيد أمير. قبل قليل وإحنا نبقى نتمسك، أنا هذا استحقاقي وهذا استحقاقك. نعم سيد أمير، احنا مطلبنا فقط لو سمحت لي بطرح السؤال، هو بتشكيل نريد أن نأخذ وجهة نظرك بهذا الموضوع. قبل قليل هناك نواب من دولة القانون حذروا من أنه في حال استمرار الاعتصامات فسيتكرر سيناريو الأنبار وسيناريو الموصل وستدخل داعش، ويقولون أيضا أن اليوم مطالب المتظاهرين تنادي بالإصلاح وفي الغد ستنادي بإسقاط العبادي. كيف تنظرون إلى هذه التحذيرات؟ يعني فيما يخص الاعتصامات المناطق الغربية، لو تم التعامل بإيجابية مع المناطق الغربية من 2006 أول تشكيل حكومة خلينا نقول منتخبة، وتعاملوا وياهم بوطنية وبحس عالي من المسؤولية، ما كان طلعوا أهل الغربية للاعتصامات. هو الاعتصام نتيجة، مو الاعتصام غاية. فلذلك الآن يريدون يشبهون هاي الاعتصامات بذيك الاعتصامات، ما معقولة. زين هي أساسا المناطق الغربية هي ما كانت بيد الدولة العراقية، كان بيد تنظيم القاعدة وكان بيها
قياداتها الخاصة بها، هو عمره رئيس الوزراء، هو راح المناطق الموصل، هو زار الموصل، زائرين هاي المناطق الغربية شايفين منطقة ربيعة يندلوها وين، يندلون مناطق الأنبار، ما رايحي لها كأنما في دولة أخرى. لذلك ما تعاملوا ويا أخواننا في المناطق الغربية بتعامل إيجابي، ولا ليش المناطق الغربية وأغلب ناسنا عشائريا تشوفها منسجمة ومتصاهرة، وواحد يخدم الله ومضيافة، بس من يجيهم المسؤول ينفرون منه بسبب التعامل. أما هذه الاعتصامات، أول شيء هم الموجودين عيب علينا نتحدث بهذا الكلام، هم أغلبيتهم من الشيعة، وهم القواعد الجماهيرية بالانتخابات اللي طلعوهم، سواء هذا الانتخاب كتلة الأحرار أو المجلس الأعلى أو دولة القانون، وكثير منهم بالمناسبة هم من انتخاب دولة القانون، ولو ترجعين على سجلاتهم الانتخابية يمكن موجودة، ولا منين حصلوا على هذه الأصوات هاي القوى السياسية. أما الآن يتهمون ذولة بداعش، أصلا من المعيب هذول الموجودين أولادهم قاعدين يسفون دم، أخوانهم يسفون دم، إذا مو بيهم هم يقاتلون على السواتر ويأتون مع المتظاهرين ومع المعتصمين. هذه التبريرات غير موضوعية، من المفروض أن يقولون اللي خرجوا هم ناس وطنيين، ناس عندهم مطالب حقة، لا يتهموهم، يوم يتهموهم بالبعث، يوم يتهموهم بداعش. هي لو أكو قوة أمنية وأكو استراتيجية كان دخل لنا داعش، ليش ما يدخل داعش للأردن؟ ليش ما يدخل داعش لإيران؟ ليش إيران محمية ما تصير بيها تفجيرات؟ هم بيها سنة وشيعة إيران، ليش بس بالعراق تصير التفجيرات؟ لأن أكو منظومة، أكو دولة، أكو أمن، أكو محاسبة، أكو مراقبة، أكو حقوق بالأهواز وغيرها، أكو حقوق وأكو مؤسسات. إحنا من يضيع المؤسسات ويضيع غزلة يجي والله يقول لك داعش، إيه هو داعش هو من يقاتله؟ مو جيشك انسحب، غير هو الحشد القاتل داعش، مو وصلوا الأسوار بغداد يا السيد رئيس الوزراء السابق والحالي، الآن من حامي بغداد؟ هم هذول ولدنا الحامين بغداد، مو قواتنا الأمنية، قواتنا الأمنية انهزت، والكل يعلم في 2014 لم تبقى قوات أمنية، لولا فتوى المرجعية الرشيدة لوصلت داعش إلى ميسان نعم. والبصرة، والكل يقر بذلك. لذلك من المعيب أن توصف هؤلاء المجاهدين أبناء هذا البلد بهذه الأوصاف، ونتمنى نعم. أن تتغير سياسة الحكومة في ذلك. شكرا لك القيادي في الهيئة السياسية لتيار الأحرار والقيادي في التيار الصدري السيد أمير الكنان. حق الرد مكفول، راسلونا على راي @الشرقية.com. ونبقى في إطار الحيرة السياسية في العراق، ينضم إلينا الدكتور غسان العطية راعي المبادرة الوطنية. نشكر انتظارك وحضورك معنا دكتور غسان. في البدء لا نعلم هل يبكيك يحزنك أم يفرحك ويضحكك أم يجعلك في حيرة من أمرك، اجتماع انتهى وخرج مفسرا الماء بالماء، لجان، تشكيل لجان، ثلاث لجان شكل، ومن ضمن هذه اللجان لجنة للتحاور مع المعتصمين، وكأن المعتصمين لم يصل صوتهم لأي شخص داخل المنطقة الخضراء، ما منذ أيامهم منذ أسابيع يتحدثون وينادون، وأحد أعضاء التيار الصدري ضمن هذه اللجنة التي ستتفاوض وستجلس وتستمع إلى مطالب المعتصمين جلهم من التيار الصدري. يعني كيف نفهم ما يجري سيدة غسان؟ كيف تفهم ما يجري؟ شكرا. حديثي اليوم وأنا من عمان ولقائي بكثير من فعاليات العراقية واتصال مع شخصيات وقوى عراقية في الداخل وحتى منهم قادة بالتيار الصدري، بدأ واضحا الآن أن هناك فرصة سياسية قد تكون نادرة وأملي أن لا تضيع. هذه الفرصة هي للتغيير. التغيير في العراق واضح، أساليب التغيير عبر تأسيس الدولة العراقية، أما ثورة شعبية وهذا الآن بات مستحيلا بأجواء الانقسام الإثني والطائفي،
وأما انقلاب عسكري وهذا بات صعبا لعدم وجود جيش حقيقي يقوم بهذا الشيء أو احتلال آخر، ولكن ليس هناك حاكم مجنون أجنبي مستعد يحتل العراق. فإذا علينا أن نعرف أن ما ينقذ العراق إلا أبناء العراق. من هنا علينا أن ندرك أن التغيير الآن لم يصبح دعوة من طرف طائفي ضد طرف آخر، وإنما أو عباءة تستخدم من طرف ضد طرف آخر، وإنما أصبحت مطلبا شعبيا يشترك بها الكردي والعربي والسني والشيعي والمسيحي والزيزيدي. لكن هذا لا يعني أن القيادات السياسية لهذه الأشياء هي تريد أو متفقة على نوع الإصلاح، فهناك رغبة بالإبقاء على الوضع الراهن. ولذا ما نشاهد اليوم هو فرصة لكي يزحف الشارع ويحقق ما حققته جماهير مصر في القاهرة تحت عبارة كفاية، واستطاعوا أن يغيروا النظام. إن كانت تلك التجربة بها هنات ضعف صحيح، لكن علينا أن ندرك أن الآن أولا القوات الأمنية يجب أن تدرك أن هي توجهت إلى قمع المتظاهرين، فهذا معنى لأول مرة أن هذه القوات الأمنية التي لم تستطع محارب داعش تحولت إلى معوى القتل لأبناء العراقيين. هذا أملي أن لا يحصل، وإذا حصل هو الكارثة. الشيء الثاني، رفض القوات الأمنية أن تنصاع لأوامر قمع العراقيين، قمع أبناء، قمع الكادحين، الفقراء المتضررين، هذا يودينا إلى تعاسة ليس من بعدها تعاسة. شيء آخر، هناك محاولة أن تجعل الإصلاح وكأنه صراع شيعي شيعي، صراع بين التيار الصدري والتيار اللي يقوده السيد المالكي، هذه كذلك إجحاف للعملية. حصل في الماضي أن السيد المالكي قمع واضطهد التيار الصدري بحجة أنه فرض القانون، وإذا طلعت الحقيقة هو يريد يقضي على خصم سياسي وليس إنهاء وليس الظهور بمظهر العراقي العابر للطائفية، لأن باللحظة اللي ساد له الجو بدأ يضطهد الجميع من شيعة وسنة، وتحول نفسه إلى حاكم مطلق عبر قوانين اللي أصدرها والحكم عبر الوكالات، وأفسد البلد إلى درجة أن سلم العراق الآن خزينة خاوية. من هذا كله إذا فهمنا هذه الدروس يجب أن نعرف الآن الفرصة نادرة لأبناء شعبنا أن فعلا يزحفوا وأن فعلا ينتقلوا. مشكلة الشارع العراقي والشعب العراقي هناك حالة إحباط، حالة يأس، حالة قنوط. كيف ندفع بهذا الشارع لأن يمارس دوره؟ أما أن ينتظر مخلص أو مهدي جديد أو دكتاتور جديد فهذا لا يحصل. ما قام به التيار الصدري بحقيقة هو في منتهى الجهد الوطني لأن يجمع الجميع. فأملنا الآن أن تنفتح القوى السياسية على هذا الشيء، ولذا وأنا في عمان والاتصالات الدائرة هناك سعي حثيث للتالي. أولا إقامة تحالف سياسي جديد، تحالف يصبح رقما عراقيا وليس شيعيا أو سنيا أو كرديا وإنما عراقيا. هذا التحالف بوادر بدأت تأخذ مجراها، وإن شاء الله خلال شهرين يبرز إلى العلن. اثنين، هناك مساعي حثيثة إن يا أخواننا في البرلمان أنتم جزء من المشكلة، هل باستطاع على الأقل منكم من يدرك مأساة الوضع الحالي أن كما نطالب العبادي بأن ينزع العباءة الحزبية، أنتم مطالبين أو على الأقل منكم من أصحاب اللي ينتقدوا ويتكلموا أن ينزعوا الأباء الحزبية ويخرجوا من هالتكتلات الطائفية ليعلنوا أنفسهم شخصيات مستقلة وبكتلة جديدة. مثل هذه الكتلة ستكون عونا كبيرا للمتظاهرين في الشارع، لا بل سيكونوا قادة ويرفعوا على أكتاف المتظاهرين، وأكثر من هذا وذاك يعطوا الأمل للعراقيين أن أخيرا شيعة وسنة تركمان أو كرد ومسيحيين اتفقوا أن يكونوا جبهة تدعو للإصلاح بأمام جبهة تدعو إلى الأمر الواقع، الحفاظ على الأمر الواقع. ننتقل إلى الملاحظة اللي سمعناها اليوم بإصدار باجتماع الرئاسات الثلاث. أقولها وكل ألم يا إخوان، كما حصل في مصر
إن بدت بإجراءات بسيطة، غيروا رئيس وزراء، غيروا لجنة، غيروا كذا، إلى أن بالنهاية إصرار الشعب أدى إلى تغيير حقيقي. لكن الحصل في مصر إن المتظاهرين فشلوا بأن يشكلوا قيادة مصرية قادرة على إدارة العملية ما بعد سقوط النظام، ولذا خطف النصر الشعبي في مصر لصالح حزب منظم واحد هو حزب الإخوان المسلمين، وحصل ما حصل في مصر. نحن في العراق هناك فرصة ذهبية أن من يؤمن بالإصلاح لا يؤمن بأن هو يريد يصير الحاكم، من عندهم أصحاب قضية وليس أصحاب سلطة، الحان الوقت أن يكونوا صريحين ويعلنوها نحن مع هذه الاعتصامات، ويدفعوا بجماهيرهم أو ما تبقى من جماهيرهم لينزلوا للشارع. وأتوجه بهذا الكلام للمتظاهري الصيف الماضي اللي عمت بغداد، اللي تعرضوا إلى البطش، تعرضوا إلى القمع. اليوم القمع معناته خط أحمر يعلن العراق بمثابة حالة من الثورة الكاملة. عليه الآن الفرصة متاحة لأن يزج التيارات المدنية والليبرالية والمدنية والديمقراطية، أن يزجوا بأنفسهم بجماهيرهم لكي الشارع المنتفض لا يصبح شارعا محسوب على حزب ما أو تيار ما، وإنما محسوب على ائتلاف قوى الإصلاح اللي موجودة على أرض الشارع. هذا الكلام هناك ناحية مهمة، لا نريد أن ترفع شعارات طائفية أو توحي بلون طائفي، وهذه كلامي حتى مع مسؤولين في المتظاهرين. رفعوا العلم العراقي فقط، هذا كان عمل جبار. الشيء الثاني، كثير من أبناء بغداد ومعلوماتي حتى من أبناء الأعظمية وأبناء مناطق سنية بحتة نزلوا الشارع وانضموا إلى المتظاهرين. الآن الفرصة أمام شعبنا أن فعلا يكنس هذه المؤسسة الحكومية من كثير من عناصر الفساد. السؤال الأخير بهذا المجال هو السيد العبادي، إلى أين ستنحاز؟ ستنحاز إلى قوى الإصلاح وتكون رائدا وبالتالي تدخل التاريخ، أم ستنحاز لقوى الضغط اللي تدعم الحفاظ على الأمر الواقع والحفاظ على مناصبهم ومكاسبهم بحجة هذه وهذه، وبالتالي يتجه إلى قمع المتظاهرين وينزلق العراق إلى مأساة تتجاوز المأساة السورية. لا. هذه التوصيفة موجهة إلى أبنائنا، لا يمكن يساعدني الأمريكي ولا الإيراني ولا السعودي، أصبحت المعركة معركة هذا الشعب. هذا الشعب إن أراد الحياة هذه فرصته أن يقف وأن يقف مع الناس. هل هذا يحصل؟ طيب أملي أن هناك وعي وهناك صراحة، نريد نخرج من الضافية. نعم، كيف ينظر غسان العطية لاجتماع الكتل السياسية للجان المشكلة؟ علمت شكلوا 3 لجان، ليس من الأولى لو أنهم شكلوا لجنة للحوار مع السيد الصدر كونه هو المعني بالموضوع بدلا من الحوار مع المعتصمين؟ وبرأيك هل يمكن أن يكون الحل في تشكيل مثل هكذا لجان؟ لأنه تعلم المشكلة داخل التحالف الوطني والحل سيكون من داخل التحالف الوطني، أليس كذلك دكتور؟ يا سيدتي، تشكيل اللجان أصبحت شماعة للتأجيل. إن كانوا صريحين يخلي لجنة التحقيق بسقوط الموصل أن تكشف أوراقها ويساق من يساق إلى المحاسبة. لماذا لا يتم ذلك؟ من مسؤول عن سبايكر؟ المواطن لا يثق بكلمة لجان. هذه اللجان امتصاص النقمة وتسويف وتأجيل، وبعد ذلك يقولك لم ليس بالإمكان خير مما كان، وخلي نبقى الأمور، وكل واحد يرمي اللوم على الثاني. الحكومة تقول والله البرلمان ما تعاون، البرلمان يقول الحكومة لم تأتي، وبالتالي هم يحافظون على مصالحهم وشعبنا يختنق ويموت باسم شعارات وهمية وكاذبة. أقولها ومتأسف أقول هذا الكلام، هذه الخطوة اللي حصلت اليوم هي لإجهاض عملية الإصلاح. الإصلاح لم يعد عنوان مجهول، ما يحتاجون يتكلمون مع 10 متظاهرين بالشارع اللي يعرفوا. إذا يريدوا يعرفوا الإصلاح هناك قوى إصلاح واضحة يتحدث معها
ومتمثلة ليس فقط بالتيار الصدري، بقوة كثيرة، وبعدين بشخصيات كثيرة، بمجتمع مدني كثير، بحزب شيوعي موجود يطالب بالإصلاح، بقوة منظمات عديدة موجودة. إضافة لذلك، لأول مرة هناك صحوة للطبقة الوسطى والذات رجال الأعمال والصناعيين اللي شعروا إن هذا الحكم أزهقهم وجبرهم أن يتركوا بلدهم ويعيشوا بالخارج. رجال الأعمال الآن يعمل عدد كبير منهم للرد بمهنية وحرفية على ورقة الإصلاحات اللي تقدمت بها الحكومة. وللعلم التقيت في عمان بمندوب صندوق النقد الدولي واستمعت من عنده يقول نحن لا نقرض الحكومة العراقية، والعراق تريد أن تستجين ما لم تستجيب إلى كثير من الاشتراطات. ولذا من يقرأ ورقة الإصلاحات اللي موجودة اللي 108 صفحات، هذه الورقة أكثر من نصفها هو اللي طمأنت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن نحن بهل على الورق ننفذ ما تريدوه، الشفافية، النزاهة، المشاركة، الحكم الرشيد. هالكلمات الحلوة وكأنها قطع مقاطع استقطعت من الانترنت ولزقت بورقة وسميت إصلاحات. هذه حقيقة، لما اكتشفت الحقيقة هذه من خلال حديث مع أطراف معنيين وجدت أن الضحك على الذقون لا يتم بهذه الطريقة. ولذا استغربت بالورقة يقول على أن الوزراء أو الكتل الأحزاب تقدم مرشحين، لم يتقدم مرشحين إلا طرف أو طرفين. والشيء الآخر بالورقة يقول أن العبادي سيختار، هناك لجنة تقيم هؤلاء، من هاللجنة لا نعرف. هذه اللجنة اللي لا يسميها من هي، هي التي ستقدم للسيد رئيس الوزراء اسمين، وهو سيختار أحد الاسمين. أي بمعنى آخر، موضوع الأساسي في موضوع الإصلاح الثقة، الثقة المفقودة الآن بالحكام، مفقودة بالسياسيين. هذه الثقة كي نسترجعها يرادلها عملية جراحية. نعم. تطلب من الشارع. نعم. بتقديري الآن قد يكون الوقت ضاع، لكن لا يمكن الأمر يتحقق ما لم ينزل الشعب إلى الشارع بطريقة سلمية. نعم. بطريقة غسان. ودية غسان. يحمل الزهور بدل ما يحمل السلاح، يحمل الشعارات. الشارع خرج اليوم يعني، ولكن يعني أنا سألتك في بادئ الأمر هل المسألة مضحكة، مبكية، محزنة، حيرة؟ يعني عندما الحديث عن اللجان استذكرت هنا اللجنة التي شكلت حول قضية جسر الأمة، إن كنت تذكر هذه الكارثة، ولم تصل حتى اللحظة إلى أي نتيجة، ولم نعلم عنها أي شيء حتى الآن، والأحداث كثيرة، وقلت أن اللجان لتسويف الأمور. هنا أسأل، ما مدى جدية السيد العبادي في الإصلاح؟ إن كان يريد فعلا الإصلاح كان يستغل الفرصة عندما نادى بالإصلاح قبل أشهر وكان الجميع يقف معه، كان يستطيع أن يعلن حكومة إنقاذ وطني ويعطل الدنيا ويعمل بالإصلاح بالشكل الذي يراه مناسبا، وكانت الفرصة معه. اليوم يتحدث عن تشكيل وزارة ولا أحد يعلم أي وزير سيتغير، طلب من الكتل السياسية ترشيح وزراء، لا أحد يعلم من هو الوزير الذي سيمثل هذه الكتلة أو تلك، كيف سيكون عدد الوزارة الجديدة، هل سيقلص، هل سيمدد، لا أحد يعلم أي شيء. وبالتالي ما مدى جدية السيد العبادي في خطوات الإصلاح؟ من معطيات اللي تطلع عليها مباشرة، اطلعت اليوم على تسريب أو تصريح أو أي شيء أن السيد العبادي خلال أسبوع يريد يعلن تعديل الوزاري. وقبل سمعنا أن الكتلة الدولة القانون تريد تغيير 9 وزارات ويريدوا يدمجوا بعض الوزارات، هذه الوزارات خدمية معينة لا تغير. واضح واضح أي عمل لا يكسب ثقة الشارع العراقي لا يمكن أن ينهي المشكلة، لا بل أكثر. وأقولها يا أبنائي يا شعب العراقي، الحكومة على وشك أن تكون مفلسة. أعطيك حقيقة سمعتها الآن من خبير، بالشهر الماضي أو القبل دخل العراق من النفط 4.25 مليار دولار. البنك المركزي باع بالعلن أو باع بالسوق 5 مليار. السؤال من أين جاء بالمال؟
هذا السؤال سمعته من مصرفي خبير عراقي في هذه البلد. الشيء الآن من يريد ينقذ العراق الاقتصاد الاقتصاد، لكن بوجود الفساد الوضع الحالي لا مجال لانتشار الاقتصاد. في اليونان لما وجدوا نفسهم في أزمة اقتصادية احتضنتهم أوروبا، أوروبا وضعت شروط، راح رئيس الوزراء إلى شعبه مرة ثانية وقال لهم علينا أن نشد الأحزمة. ما الذي تريدوه؟ نقوم نترك الاتحاد الأوروبي ونحلها، وإلا نوافق على العملية وعسى أن نخرج من أزمة. كان رئيس وزراء جريء، قدم شعبه لشعبه بصراحة، وأجري الاستفتاء، والغريب أغلبية الشعب صوتت له وبقى بالحكومة، والآن اليونان تتعافى تدريجيا. نحن في العراق يجب أن يفكر من سينقذنا ماليا. IMF والبنك الدولي والمؤسسات الأوروبية غير مستعدة أن تدفع قرش للعراق إذا كان هذا القرش الغير محسوب وغير مضمون رجعته إلهم. الشيء الآخر، ما القرض اللي أعطاه الأمريكان للعراق بضعة ملايين هو لشراء أسلحة بالآجل. معناها يا أخوان القضية هي أكثر من قضية تغيير وزير. كيف نأتي بإدارة رشيدة ممكن تنقذ العراق اقتصاديا؟ الآن في كردستان الولايات المتحدة وحتى روسيا يريدوا ينقذوا الوضع الاقتصادي في كردستان، وسيعملوا الآن وفي أمريكا بالذات لدعم كردستان ماليا كي تقف على قدميها، لأن لهم حلفاء. نحن من سينقذنا؟ هل إيران ستنقذنا ماليا وهي في الورطة المالية؟ من سينقذنا؟ هل نحول العراق إلى ميليشيات وحرب طوائف وكل حي يقتل؟ فالمشكلة الأساسية اليوم اقتصاد اقتصاد. المواطن يريد يقول ليحكمني من يحكمني، لكن أريد ضمانة أنه سيوكلني خبز، سأولادي يروح للمدرسة، مريض يروح للمستشفى. هذا لا يتحقق بهالمجموعة السياسية اللي تفكر بمناصبها بمصالحها، لم تفكر بأبنائها. تعرف شو يعملوا الأبناء؟ كيف يعامل أبنائهم؟ يبعثوهم بالخارج، وماذا أبناء الداخل؟ إلى الجحيم. هذا نموذج إن عامل السياسي العراقيين كأولاده عندئذ الأمور تتغير، لكن إذا أولادهم بالخارج ومدارس بالخارج ولكن ابن الخايبة يبقى بالعراق بالوضع، والعراقيين واحدهم أنا ممنوع علينا نعود للعراق لأن يعتبرون إحنا خطر عليهم ويبر القبض على هذا وذاك. يا عزيزي ليس كل عاقل وليس أعرف عاقل يقبل أن يكون وزيرا بأي حكومة جديدة. عرضت الوزارة على عدد من الشخصيات اللي عايشة برا، كلهم رفضوا، كلهم قالوا كيف نصلح بهذا الوضع. أحدهم رجل له مكانة كبيرة في إحدى دول الخليج جسوا النبض، قال أنا مستعد مو أصير وزير، أستعد أروح إلى العراق اللي عنده امتيازات بالخليج أروح مدير عام، بس شرط أن يكون أنا جزء من ماكينة نظيفة، ماكينة تخدم بلدها وأتشرف بها، ولكن لا أن أعود وزير وأشارك بالفساد والوضع السيء البي. الحقيقة أقولها بمرارة، إن لم نسعى نخبا وقواعد وتكتلات بأن نقيم تحالفات جديدة وهؤلاء ينزلوا الشارع، وبالمناسبة يتشدقون، هل عندنا كيانات أكثر من 200 و300 واحد يصدرون بيانات، عندهم سياسيين عندهم أحزاب. السؤال أين جمهوركم اللي ينزل للشارع؟ أين الذين تظاهروا بالصيف الماضي؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء لينزلوا بالشارع؟ هذا الاختبار حقيقة للتيارات المدنية أن تقول هذه فرصتكم، لماذا لا نراكم بالشارع بصمود وبقوة التيار الصدري؟ التيار الصدري لا يريد يحتكر العملية بل يخاف من احتكارها. طيب. يريد طيب أن تحولها معركة عراقية للإصلاحيين ضد الفاسدين. تحدثت أن المشكلة في العراق اقتصادية، أنت هكذا قلت، ورئيس الوزراء يقول أنه مقيد وأن الفريق الوزاري الذي حوله غير منسجم، فلا نعلم كيف يمكن أن يكون الحل، هل بالتغيير الوزاري وأن يأتي فريق جديد ربما يكون منسجم يخرج العراق من مشاكله الاقتصادية؟ حتى الآن العباد يقول أنه مقيد من الكتل. سيدتي الاقتراح اللي مسموع ويناقش من كثير من الأطراف، إن العبادي حسم أمره وقدم
صفقة سياسية، ليس ورقة الإصلاح اللي طلعت عليها والآن تناقش من خبراء عراقيين لكي يصدروا مذكرة يردوا فيها عليها. إذا هو الحاكم هو القادر، إذا مد إيده لهالكفاءات، والآن نسأله من هم الخبراء اللي أنت جمعتهم حواليك؟ هل هم أشباح؟ هل هم بشر؟ من هم؟ هل يملكوا قاعدة يقدروا يقولوا رأيهم لما أو يحاولوا يجاملوك أو تأخذ من عندهم رأيهم؟ الجواب الآن على كلامك، العبادي يأخذ موقفه ويعلن بصراحة ويقدم للبرلمان، ومن هنا كي العبادي نقول له اقفز البركة ونريد أن يرى الماء في البركة ولا ندعو للانتحار السياسي. من هنا دعوتنا لعدد من البرلمانيين أن يعلنوا موقف جديد ويقولوا نحن نخرج من العباءة الأحزاب الطائفية اللي أو الكتل انتمينا إلها، ونحن كتلة سياسية جديدة مستعدين أن ندعم العبادي. إضافة لذلك هناك التحالفات السياسية تأخذ موقف تؤيد العبادي إذا اتخذ من هذا الموقف. هناك نداء من أكثر من 40 شخصية عشائرية دينية غير حزبية على الإطلاق وغير سياسية تريد تمد العون وتنصح العبادي، تفضل وتجرأ، نحن معاك، نحن نريدك أن تأخذ الورقة الآن حقيقة بيد العبادي، لكن الورقة الأخرى لكي ينجح هو اللي كما قلت أن القوى المدنية الشعبية الطبقة الوسطى العلماء أن يوحدوا موقفهم ويتقدموا بمذكرات، لا أن يأتي خبير معين ويرفض، وإنما نريد من الخبراء والتقيت بهم أن الآن يعدوا مذكرات يوضحوا ويكونوا إيجابيين. إن عملت 1 2 3 نحن نقبل نصير مدراء عامين وليس وزراء، بس اقدم عليها هاي النهضة المعنوية. مو كل واحد يريد يصير وزير، ومجنون اللي يريد يصير وزير اليوم، لازم هو أما فاقد عقله أو لأنه يريد يملي جيبه كالآخرين. هذه المقاربة يراد لها رجل قوي يحسم الموقع. العبادي عليها أن يختار ينحاز للتغيير لهذا الشعب أم يعود إلى قواعد الحزبية التقليدية ويقول ليس بالإمكان من خير من ما كان، والعراق ينزلق إلى حالة سورية تعيسة كما هو مرشح لها الآن. شكرا لك راعي المبادرة الوطنية الدكتور غسان العطية على هذه المشاركة، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أنه بعد قليل سيكون معنا السيد حامد المطلق القيادي في ائتلاف الوطنية عن الأنبار. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@الشرقية.com. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بضيفي السيد حامد المطلق القيادي في ائتلاف الوطني. أهلا بك سيد حامد، وأشكر أيضا انتظارك الوقت الذي انتظرته، ربما طال الانتظار عليك سيد حامد. أبدأ أولا من هذا الاجتماع الذي حصل اليوم، ائتلاف الوطنية كيف ينظر لهذا الاجتماع؟ هل هو خطوة إيجابية نحو الأمام؟ هل هي مراوحة في ذات النقطة؟ أم هي محاولة لكسب الوقت ليس إلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أنا أتكلم عن وجهة نظري، لا أتكلم عن وجهة نظر ائتلاف الوطنية. يعني كما تعلم أن ائتلاف الوطني له وجهة نظر في عملية الإصلاح والتغيير، وتكلم عنها في عدة بيانات. وجهة نظر الائتلاف الوطني أن هذا الإصلاح يجب أن لا يشمل فقط مواقع الوزراء، وإنما يكون إصلاح شامل وإصلاح يشمل جوهر ومنهج العملية السياسية وإدارة الدولة. لكن ما تفضلت به وتكلموا عن هذا الموضوع قبل الكثير من الأخوان، أنا أعتقد الإصلاح اليوم أصبح إصلاح ضروري وحتمي عندما أخذ الشارع العراقي يطالب به بهذا الشكل من المتظاهرين ومن المعتصمين. اليوم من وجهة نظري الإصلاح والتغيير لم يعد مطلب السياسيين، وأنا واحدة منهم، لأننا طيلة 13 سنة أو ما يقارب من ذلك وإحنا ندعي بالإصلاح
وندعي بمعالجة الفساد ونقول أن الإصلاح والتغيير قادم، وآخر هذه الأقاويل هو ورقة الإصلاح التي شكلت بموجبها حكومة السيد العبادي. لكن إلى هذا اليوم لم يخرج إلى الملأ أي إصلاح وتغيير، بل لم يشاهد الملأ والشعب العراقي سوى الانحطاط والانحدار في كل مستويات الحياة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو المعاشية أو ما غير ذلك. لذلك اليوم أصبح الإصلاح والتغيير هو مطلب الجمهور العراقي الذي خرج منتفضا، وأقولها بوضوح، ثائرا يحمل علم العراق ويستظل بظل راية العراق. وهذه نقطة تحسب له، ولأول مرة منذ 13 سنة يخرج الشعب العراقي ويرفع ويستظل بعلم العراق بكل أطيافه بكل أبنائه عدا الأعلام الأخرى تعتدنا عليها. هذه أخي الكريم، اليوم عندما ظهر الشعب العراقي منتفضا، أنا أقول حقيقة ليس هذا الموضوع يخص التيار الصدري فقط، إنما الشعب العراقي اليوم كله ينشد الإصلاح، ولم يعد الإصلاح ينتظر من القوى السياسية، إنما اليوم الإصلاح أصبح ينتظره الجميع العراقيين من المتظاهرين ومن المعتصمين، وأنا أحد هؤلاء العراقيين. أثني وأبارك هذا الظهور بهذا الطريقة السلمية، بهذا الطريقة الواعية، وجميعهم يرفعون راية علم العراق وينشدون الإصلاح ومعالجة الفساد وإصلاح شأن الدولة العراقية وبالوحدة الوطنية التي هي التي أمل العراق بأن يكون هذا العراق الجديد، العراق الذي نتمناه كما كان سابقا طيلة القرون الماضية. لذلك أخي الكريم، أعود مرة أخرى وأقول لا أمل بالسياسيين على الإطلاق، لأنهم وعدوا ولم ينفذوا. نعم. وعدوا وسرقوا أموال الدولة. سيد حمد، وعدوا والفساد يستشري أكثر وأكثر، وعدوا والقتل والتهجير والابتزاز أكثر وأكثر، وعدوا والطائفية تتجذر أكثر وأكثر. لذلك اليوم الكلمة لدى أبناء الشعب العراقي من المتظاهرين ومن المعتصمين، والأمل فيهم أن يستمروا بهذا الطريق السلمية. طيب سيد حمد، وبهذا الطريق الوطنية الجامعة حتى يستجيب السيد العبادي والقوى السياسية معه للإصلاح. السيد العبادي لا يمكن له أن يقوم بالإصلاح وحده إذا لم تتضافر جهود القوى السياسية والكتل السياسية معه، وهذا القوى السياسية التي اعتادت على التسويف لا تستطيع أيضا أن تلبي مطلب الجماهير بدون الضغط والاستمرار بالضغط. طيب سيد حمد، اسمح لنا أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. مصادر مقربة من المجلس الأعلى أخبرتنا هنا في الشرقية نيوز بأن السيد الحكيم غادر اجتماع الكتل السياسية ولم يكمله، غادر طبعا قبل انتهائه لأنه لم يشعر بجدية هذه الكتل حيال ما يجري في العراق. وكما أشرنا، السيد الحكيم غادر المجلس قبل انتهائه لأنه لم يستشعر وجود جدية من الكتل السياسية وحول المخاطر التي تحيط بالعراق. ربما سيد حمد هذه ليست فقط وجهة نظر السيد الحكيم، الآراء تقريبا متشابهة ومتماثلة. منذ قليل كان معنا الدكتور غسان العطية وقال إن ما جرى اليوم في الاجتماع هو خطوة لإجهاض الإصلاح، متمثلة طبعا بتشكيل لجان فقد المواطن الثقة فيها وليست لها القدرة على فعل أي شيء سوى تسويف الأمور. كيف تنظر لما جرى؟ أنا قلت قبل قليل أن الإصلاح لم يعد مطلبا يرتجى من القوى السياسية والكتل السياسية. قبل أن أسمع هذا التقرير عن السيد الانسحاب السيد الحكيم، وجاء هذا الخبر العاجل تأكيدا لما قلت، أن الكثير من القوى السياسية والزعماء السياسيين والكتل السياسية كانت تنشد بعضها الإصلاح، ولكن هي غير جدية وغير صادقة في هذا المطلب. وما ترد البلد وأصبح بهذا المنزلق وهذا المنحدر وهذا الوضع إلا نتيجة السياسات الخاطئة لهذه القوى السياسية والكتل السياسية، وإلا نتيجة تصرفات السيئة الطائفية من جهة، واتباع الإملاءات والإجراءات الخارجية من جهة أخرى، وخروجها عن جوهر القانون من جهة أخرى، وفسادها المالي والإداري من جهات أخرى. لذلك أقول وأعود أقول، الأمل والرجاء بالشعب العراقي الواعي، بوحدة هذا الشعب، بموقف هذا الشعب،
من المتظاهرين والمعتصمين الذين لا يخرجون عن الأطر القانونية على الإطلاق، والذين يطالبون بالإصلاح والتغيير بطريقة سلمية ووطنية واعية. عليهم أن يستمروا بالضغط بطريقة سلمية واعية، وأن لا يصطدموا على الإطلاق ويتركوا مجالا لأن تخرق هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات حتى يفرضوا على القوى السياسية التي بعضها أو المراكز السياسية التي بعضها لا يريد الإصلاح على الإطلاق، لأن في الإصلاح ضرب لمواقعه ومصالحه. هذا هو الأمل وهذا هو الرجاء. اليوم الموضوع أعود مرة أخرى وأقول أصبح موضوع الشعب العراقي المتظاهر الذي يرفع علم العراق، هذا العلم الذي استظل به العراقيين وقاتلوا من أجله وقاتلوا من أجل وحدة العراقيين طيلة أعمارهم وطيلة الحقبات الماضية. اليوم يعود بنا الشعب العراقي الواعي إلى هذا الطريق الصحيح والسليم، علم العراق وراية العراق والإصلاح من أجل شعب العراق. يعني الذي أفهمه من كلامك بأنك تريد أن تسقط العملية السياسية كلها سيد حامد، باعتبار كلهم سراق وحرامية ولا يصلحون لأي خطوة باتجاه الإصلاح. طب من الذي يقود هذا الشعب؟ العفو. أخ الكريم، أنا يعني واضح في كلامي. سمعنا مرارا وتكرارا أنه هناك رغبة في الإصلاح ورغبة في التغيير وعملية إصلاحية جارية في الطريق، وقلت حتى ورقة الإصلاح التي شكلت بموجبها الحكومة هل شهدت النور؟ الجواب لا. هل هذا الوضع الذي نحن فيه يوجد وضع في الدول المحيطة بنا عدا سوريا وعدا بعض الدول التي أيضا يطبق عليها هذا المشروع تشهد مثل ما يشهد العراق؟ هل يوجد شعب غني مثل شعب العراق؟ أين خزينته؟ أين أمواله؟ أين شعبه؟ اليوم شعبنا مشرد، شعبنا مهجر، شعبنا نازح، شعبنا مذبوح، شعبنا جائع. لذلك أنا عندما أتكلم عن الفساد لا أدعي ولا أظلم على الإطلاق، ولكن نسمع بالإصلاح ومعالجة الفساد ولم نشاهد شخصا واحدا يحال إلى المحاكم ويعرض أمام التلفزيون أمام الشعب العراقي لكي يحاكم على موضوع الفساد. لذلك أنا عندما أقول لا تنخ الكريم، نعم هناك فساد وهناك طائفية سياسية وهناك عمالة وهناك ملاءات خارجية وهناك انحطاط في مؤسسات الدولة إلى أدنى مستوى، وهذا الوضع الذي وصلنا إليه بفضل هؤلاء السياسيين وهؤلاء الحكام أخي الكريم. لذلك لا أترجى منهم على الإطلاق أن يصلحوا، لأنهم وعدوا وسرقوا، وعدوا ونهبوا، وعدوا وقتلوا، وعدوا وفرقوا. لذلك خرج هذا الشعب اليوم بطريقة جديدة. هل شهدنا أن علم العراق يرفع بمثل ما رفع هذا اليوم؟ هل شهدنا صوت بطريقة سلمية هادئة نباركه ونبقى نباركه حتى يحقق أهدافه بمثل هذه الطريقة؟ وأقول بالمناسبة أخي الكريم أن هذه الجماهير ليست هي الجماهير الصدرية، مع احترامي وإجلالي وتقديري للسيد الصدر على خطوته، إنما هم العراقيون المنكوبون المذبوحون. لهذا أقول اليوم الكرة في ملعبهم والعصا في يدهم، يجب أن يستمروا بهذه الطريقة الحضارية، بهذه الطريقة الوطنية الرائعة، بهذه السلمية حتى يحققوا أهدافهم. وبالمناسبة أخي الكريم، نحن نتكلم عن إصلاح ونتكلم عن لجان، هل الإصلاح واللجان فقط يخص الوزير أم كل محافظاتنا هي تغرق في الفساد وفي الفوضى؟ أم كل مؤسساتنا أيضا تغرق في الفساد والفوضى؟ اليوم أنا أتكلم عن محافظة الأنبار على سبيل المثال، ولو أخرج قليلا، محافظة الأنبار بعد تحرير مدينة الرمادي تشاهد أن هناك قوى سياسية وأحزاب تتصارع فيما بينها من أجل مصالح وليس من أجل العراقي أبناء الأنبار وأبناء الرمادي المهجرين والنازحين. وأحذرهم من خلال قناتكم، لا تعود الكرة مرة أخرى إلى ملعبكم إلى مصالحكم، تكلموا وتصرفوا واعملوا من أجل نازحين الأنبار ومهجر الأنبار، وأسرعوا في إعادتهم إلى مناطقهم واتركوا التناحر، لأن أبناء الأنبار وأبناء العراق لن يقبلوا أن تعاد اللعبة كما كانت ويتحملوا ما تحملوا من ذبح ومن قتل ومن تهجير ومن نزاع. فأخي الكريم، موضوع الإصلاح ليس موضوع وزارة فقط، إنما هو موضوع شامل، موضوع جوهري، موضوع يعني تبييض السجون، يعني السجون من المنطقة الأبرياء، أقول الأبرياء نعم ولا أقول غير ذلك.
إيقاف التصرفات الطائفية، حصر السلاح بيد الدولة، ومنع التعدي على الصيرفات وعلى بعض المواطنين من خطف وابتزاز وغيره، إصدار قانون العفو العام لهؤلاء المعتقلين والسجناء الأبرياء وهم كثر ولا أحد يعرف مصيرهم. أخي الكريم، الوضع ليس موضوع وزير فقط ومدير عام فقط، إنما الوضع شامل. العراق اليوم خزينة مفلسة، العراق اليوم شعب مذبوح ومهجر، وهو أعرق الشعوب وهو أغنى الشعوب، فعلينا أن نحترم إرادة الشعب العراقي وأن نجله وأن ندعمه في تظاهراته وفي اعتصامه، لأن المطلب والأمل اليوم فيه وليس في غيره من السياسيين وغيرهم. وأعود أيضا مرة أخرى وأقول انظر الفلوجة اليوم، الفلوجة أخي الكريم تقصف مع الوضع المأساوي الذي هي فيه. الفلوجة اليوم تعاني ويموت أبنائها وأطفالها ونسائها من الجوع ومن الحرمان، وهي تقصف أيضا من قبل بعض الخارجين عن القانون. لماذا تقصف وهي في هذا الوضع؟ لماذا تقصف؟ لماذا يقدم لها القصف بدل أن ترمى لها سلال الغذاء والطعام لكي ينجو أبنائها؟ نحن أخي الكريم مواطنين للأسف أقول بلا وطن بلا هوية، لأن من لا يريد لهذا الوطن أن يبقى يحاول أن يصادر هويتنا ووطنيتنا وأن يتصرف لحساب الخاص ولحساب المشاريع التي يتبعها. سيد حامد، يعني حقيقة أنت رميت أكثر من كرة في الملعب العراقي، كرة عند الجماهير، كرة عند الحكومة، كرة في الأنبار، ولا نعلم أي هذه الكرات التي سيصيب الهدف. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد حامد المطلق القيادي في ائتلاف الوطنية عن الأنبار. وللتنويه عن الخبر العاجل مشاهدينا، أن السيد عمار الحكيم حضر الاجتماع وغادر، السيد عمار الحكيم غادر اجتماع الذي جرى في منزل السيد رئيس الجمهورية بعد أن استشعر عدم جدية المجتمعين للوصول إلى حلول تنقذ العراق. وهناك أيضا معلومة أيضا وصلت للشرقية نيوز من داخل الاجتماع بأن اثنان لم يتحدثا مطلقا وهما خلال الاجتماع، وهما السيد إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي رئيس كتلة التحالف الوطني البرلمانية في الدورة السابقة أيضا، وكذلك السيد حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي. هما الاثنان التزما الصمت ولم يتحدثا. وللتوضيح مشاهدينا عن موقف السيد الحكيم ينضم إلينا عبر الهاتف السيد بليغ أبو جلال مسؤول تجمع الأمل والقيادي في ائتلاف المواطن. مساء الخير سيد بليغ، ما كان موقف الحكيم خلال الاجتماع وما الذي جرى؟ مساء الخير عليكم جميعا، السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة الشرقية. ابتداء السيد الحكيم حضر اجتماع، وما أشرتم إليه من أنه كان منزعجا لعدم وجود رؤية حقيقية لهذا الاجتماع للخروج بحلول، هذا صحيح، لكن الحقيقة الواضحة والصريحة أن السيد رئيس مجلس الوزراء لم يكن يملك أي رؤية واقعية وحقيقية، ولم يأتي بشيء جديد في هذا الاجتماع، وما كانت لديه خطوات عملية وواضحة في اجتماع مهم مثل هذا الاجتماع ولمقابلة اعتصامات ومطالبات جماهيرية ومطالبات مرجعية ومطالبات القوى السياسية للإصلاح. أنتم تستضيفون كل الكتل، كل قادة الكتل السياسية، وتسمعون منهم أن السيد رئيس مجلس الوزراء لا رؤية لديه وغير واضح في مطالبه، والسيد الحكيم خرج من الاجتماع لأنه لم يلمس جدية حقيقية من السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى إصلاحات حقيقية. طرحنا على السيد رئيس مجلس الوزراء 4 خيارات في قضية الإصلاح، لا نريد أن نشرق ونغرب كثيرا، طرحنا 4 خيارات. قلنا له أمامك خيار أن تشكل لجنة وتقيم وزرائك وتعمل بالتغيير الجزئي وتأتي ببدلاء يرشحهم ترشحهم الكتل السياسية تكنقراط وفق معايير تتشدد أنت بها. الرؤية الثانية أن تأتي بأن تستقيل أنت من رئاسة مجلس الوزراء وتأتي بحكومة جديدة بالكامل بما فيها رئيس مجلس الوزراء. الثالثة أن تستقيل أنت من حزب الدعوة ونسميك ونصوت لك في البرلمان ونأتي بوزراء تخلق راد جدد مستقلون
لا ينتمون إلى أي كتلة سياسية. الخيار الرابع أن ننسحب نحن من هذه الحكومة ونصوت لك في البرلمان، لكننا سنقول لهذا الشعب الكريم أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الدعوة وليس حكومة مشارك فيها المجلس الأعلى أو الشركاء الآخرين. قل لنا هذه الخيارات الأربعة ما الذي تريد أن تحقق منها، ونحن نسير معك بأي خيار تختاره. حقيقة لحد هذه اللحظات السيد رئيس مجلس الوزراء لا يجيبنا ولا يدري ماذا يريد. ثم قلنا له أيضا أخينا العزيز لدينا 5 خطوات للإصلاح في هذا الموضوع، نحتاج إلى رؤية شاملة، وما قدمته من رؤية شاملة من هذه الصفحات ليست هي رؤية حقيقية، وقدمنا تفاصيل ورددناها بندا بندا، وما قدمت هذه الرؤية أي شيء في الإصلاح. ونحتاج إلى سياسات إصلاحية، ونحتاج إلى إجراءات إصلاحية، ونحتاج إلى تشريعات إصلاحية، والشيء الخامس نحتاج إلى فريق وزاري يبدأ بالوزراء ولا ينتهي بهم، وإنما يمتد إلى الوكلاء والمدراء العامون والهيئات المستقلة والمواقع الشاغرة والدرجات الخاصة في الدولة والضباط وكل هؤلاء. أيضا لم يجبنا، نقول له يا أخينا العزيز لديك 300 موقع الآن شاغر تستطيع أن تضخ به دماء جديدة، تعال واعرض أسماء التكنقراط في هذه المواقع على الكتل السياسية وعلى البرلمان لنصوت للأكفاء منهم، ونأتي إلى الوكلاء لنبقي ونصوت على الكفو ونغير غير الكفو. أيضا لم يستجب. حقيقة الكرة اليوم في ملعب رئيس مجلس الوزراء، إذا لم يحرك ساكنا ولم يمتلك رؤية حقيقية وواضحة وصريحة ومنهاج عمل، لن نستطيع أن نعبر هذه المرحلة. ونحن نقول في ائتلاف المواطن أو باسم تجمع الأمل، نقول بشكل واضح وصريح لأخينا الدكتور العبادي، تعال وحدد خياراتك من هذه الأربعة، تريد أن نصوت لحكومة يترأس حزب الدعوة، نحن حاضرون. تريد أن نصوت لحكومة مستقلة بتغييرات جديدة، نحن مستعدون. ما الذي تريد من خياراتنا الأربعة التي حددتها؟ نحن مستعدون. لكن على السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم أو غدا أن يخرج ويقول أنا أريد حكومة جديدة، حكومة مجتزئة، حكومة مستقلة، فلنعرف ماذا يريد حتى نتوقف. طب سيد بليغ، سيد بليغ يعني أنتم ما تعرفون لعبادي شيري، ده احنا شو نقول؟ يعني انتم قدمتم 4 رؤى، لو سمحت لي، يعني انتم قدمتم 4 رؤى. اعرف ماذا تريد ان تقول. اتحاد القوى، اتحاد القوى قد، لو سمحت لي، لو سمحت لي، انتم قدمتم 4 رؤى. نحن في حيره. اي والله، اي والله صح، انتم قدمتم 4 رؤى، اتحاد القوى قدم رؤى. السيد العبادي يدور في حلقه مفرغه يجب ان يخرج منها، إما أن يشكل حكومة مستقلة بالكامل ونقول أن هذه الحكومة له ولحزبه ونحن نصوت له في البرلمان ونتخذ دور المعارضة ونحن مستعدون لذلك. طب سيد بليغ، سيد بليغ، هاي النقطة فهمناها، ولكنه طلب من الكتل السياسية، لو سمحت خبرنا وخبرها الناس هاي اللي منتظرة شنو اللي يريده حتى احنا نحط ايدينا بايديه سيد بليغ، سيد بليغ، سيد بليغ، لو سمحت لي يعني، ولكنه طلب من الكتل السياسية ترشيح وزراء. طب طلب من كتلة المواطن ترشيح وزراء، ما عرفتوا على يا حقيبة وزارية؟ طب ما عرفتوا الحكومة اللي يريدها يشكلها جديدة سيتم تقليصها، تمديدها، البقاء على نفس عدد الحقائب الوزارية، ما عرفتوا شيء؟ أخي العزيز، أولاً إحنا قدمنا استقالاتنا، وزراءنا 3 قدموا استقالاتهم بيد الآن رئيس مجلس الوزراء، فإذا أنت تريد تقبل استقالاتنا اقبلها، من الذي يمنعك؟ هاي 1. 2 تقول والله قدموا لي مرشحين، جيد، على أي وزارة نقدم؟ هل على وزاراتنا 3؟ هل على وزارات أخرى؟ ثم هذه الكتل السياسية لعبة بيدك أنت تتحكم فيها كيف ما تشاء، والله قدموا لي مرشحين، نقدم لك 2 مرشحين 22 وزير 23 وزير، ثم ما هي معاييرك؟ اعطيني، قل لي يابا انا اريد وزير
خريج دكتوراه، عنده خدمة 10 سنوات، عنده خبرة كذا سنة، هذا كله غير واضح. لا نعرف الوزارة، لا نعرف المعايير. ورقة اكتبوا فيها السيرة الذاتية لمرشحيكم، عن أي موقع أنت تتحدث لا ندري. ثم هل مشكلة البلد الآن فقط في الوزراء؟ نحن نتحدث عن وكلاء وزراء، نتحدث عن 4000 درجة وظيفية موجودة من الدرجات الخاصة دون الوزير. ما الذي يمنعهم من تقديم أشخاص أكفاء تكنقراط إلى البرلمان لنصوت عليهم، وليخرج ويقول هذه هي أسمائي. ثم أضيف لك شيء آخر أستاذ العزيز، يقول أنا شكلت لجنة خبراء. أنت في الشرقية صار لك شهر أو يزيد تتحدث عن هذا الموضوع، هل عرفت اسما واحدا عن هذه اللجنة؟ نحن لا نعرفها، وكأن هذه اللجنة من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. عزيزنا، هذه اللجنة التي أنت شكلتها وتقول أكفاء، إذا هي كفوءة ومستقلة أضرها للناس. خلي تعرف الناس أنت رجل جبت ناس مستقلين يقيمون الوزراء. زين، هذه اللجنة عندها نتائج؟ وين نتائج؟ راوينا إياها، خلي نشوفها. هاي صار لك أنت تشتغل من شهر الثامن منذ دعوة المرجعية بالضرب من باليد من حديد للفساد إلى الآن. هذه اللجنة وينها؟ وين شغلها؟ وين نتائجها؟ ما هي المحاور اللي قدمت لنا إياها؟ لا أريد أن أبخث الحكومة هذه حقها وأقول أنها لم تقدم شيء، لكن أقول بصراحة أنها قدمت مو لأنه أسيد رئيس مجلس الوزراء هو لديه يمتلك رؤية، وإلا لأن فيها وزراء أكفاء. والغريب بالأمر أستاذ الفاضل أن الأوراق التي قدمها إلى الكتل السياسية ماذا يقول فيها؟ يقول أن نسبة إنجازي للبرنامج الحكومي خلال سنة ونصف من عمر هذه الحكومة 70%. جيد، إذا 70% نسبة إنجازك الحكومي، لماذا تريد تغيير الكابينة الحكومية؟ ويقول في هذه الأوراق أن هناك خططا استراتيجية كتبها وزراؤه، وأننا عملنا كفريق منسجم قوي، وأننا نمتلك رؤية موحدة. جيد، إذا هذا وصفك لمجلس وزرائك، ماذا تريد تغييره؟ ما هي الحكمة في تغييره؟ حقيقة أن هناك تخبط واضح، ونحن بالنسبة لنا نتبرأ من كل خطوة يقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء إذا لم يخبر الناس ماذا يريد. وضح هذا الموقف وهذه الرؤية حقيقة. أنا أشكرك جزيل الشكر. يعني ولكن قل لنا ماذا تريد يا دكتور حيدر العبادي، ونحن سنصوت لك بأي شيء تريده. نعم، سيدة بليغ أبو جلال، مسؤول تجمع الأمل القيادي في كتلة المواطن، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com. الحصاد مستمر وتتابعون فيه. رابطة الشفافية تدعو البنك المركزي إلى ضبط سعر صرف الدولار أمام الدينار، وتحذر من استغلال حيتان الفساد ظروف العراق الحساسة. دعت رابطة الشفافية في العراق البنك المركزي إلى ضبط سعر صرف الدولار أمام الدينار ومنع المضاربات في السوق المحلية. وقالت الرابطة أن القلق الذي أصاب السوق يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب الاستعداد للتظاهرات أو الاعتصامات ودخول مضاربين في سوق العملة أدى إلى حالة من التذبذب، بحيث ارتفع سعر صرف الدولار منذ يوم الاثنين مرورا بالأربعاء حتى استقر قليلا يوم الخميس. وأشارت الرابطة إلى أن سعر صرف الدولار نهاية يوم الخميس سجل انخفاضا بقيمة 1266 دينارا. وقالت الرابطة في خبر عاجل ورد شرقية نيوز، قالت إن يوم غد الأحد سيكون يوم اختبار أمام البنك المركزي لضبط سعر الدولار. وكشفت الرابطة عن وجود حيتان فساد في السوق المحلية يستغلون الظروف الحساسة التي يمر بها العراق لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما حذرت الرابطة من وجود لاعبين كبار يتحكم أحدهم بخمسة مصارف إلى جانب فروع لمصارف لبنانية عاملة في العراق، بما فيها مكاتب تحويل عملة تحولت مؤخرا لبنوك، و
تعمل على تحقيق مكاسب غير مشروعة من حالة التذبذب في سعر صرف العملة الوطنية. رحنا في البير ماي ماكو، كهرب ماكو، كهرب ماكو، ماي ماكو. من الساعة 5 يشغل مولده ل 12 بالليل وبعد ماكو. وصل نحفر البير على أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأن الجندي الذي قتل شمالي العراق في هجوم معاد وهو يؤدي مهامه ضمن التحالف الدولي هو أمريكي الجنسية. وقال متحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح جراء قصف استهدف معسكر مخمور جنوبي الموصل عندما كان الأمريكيون يقدمون استشارات عسكرية للقوات العراقية التي ستشارك بعملية تحرير الموصل. وكان أحد أفراد قوات العمليات الخاصة الأمريكية وهو الرقيب جوشوا ويلر قتل في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي خلال غارة مشتركة مع القوات الكردية ضد أبرز معاقل التنظيم في قضاء الحويجة في محافظة كركوك. كما قتل جندي كندي برتبة رقيب يخدم ضمن قوات التحالف بطلق ناري عن طريق الخطأ في شمال العراق. وقال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن زيارة القنصل الأمريكي لجرح الحشد الشعبي في البصرة لن تنطلي على الحشد، وإن على جميع الفصائل أن لا تنسى بأن عدوها الأول هو الولايات المتحدة. الخزعلي أكد في كلمة له أن عدو الحشد الشعبي ليس فقط من يحمل السلاح، وأن على الولايات المتحدة أن تعلم بأن الحشد قادر على هزيمتها الآن كما تمكن من هزيمة آلياتها العسكرية في السابق. وعدونا ليس فقط الذي يحمل السلاح، عندما يأتي ممثل دبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية وبعد عامين تقريبا من الدماء والشهداء والتضحيات الذين كانوا هم سبب رئيسي في إيجاد هذه الآلة القاتلة، أن تأتي لبلدنا وتنتهك حرماتنا ومقدساتنا وأعراضنا وتقتل أبناءنا ثم يأتي لزيارة مجموعة من الجرحى، هذا الفعل لن ينطوي علينا. نحن نعرف أعداءنا ولن ننسى دماء شهدائنا، وسننتصر على أعدائنا، ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعا. يجب أن لا ننسى عدونا، ونجب أن نعطي الرسالة واضحة لكل من شارك في دماء أبنائنا أننا الآن في أعتاب وفي مراحل أخيرة للانتصار على الأداة العسكرية، والحمد لله بدماء شهدائنا وتضحيات أبنائنا نحن الآن نقتص القصاص المناسب منهم واحدا واحد. لن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية التي هزمناها عندما هزمنا آلتها العسكرية أن تدخل إلينا من الشباك. ارتفع عدد ضحايا القصف بصواريخ الغاز في تازة بمحافظة كركوك إلى 3 أطفال شهداء وإصابة 2114 شخصا بأمراض تنفسية وجلدية يستدعي بعضها العلاج خارج العراق بحسب أعضاء في مفوضية حقوق الإنسان. وطالب مشاركون في تشييع الطفلة معصومة ولي طالب القوات المشتركة بإلاء تحرير المناطق المستخدمة لإطلاق الصواريخ أولوية قصوى مع استمرار توافد الحالات الحرجة على مستشفى كركوك. إلى الأغا وتفاصيل. معصومة اسم على مسمى، هي تلك الطفلة البريئة التي أبكت المئات من أهل كركوك، ليس حزنا عليها فقط بل حزنا على ضمير الإنسانية الذي لم يحرك ساكنه. اليوم وصلت عدد الشهداء إلى 3 أطفال وإصابة 2114 مصاب نتيجة إصابة عصابات داعش في ليلة 8/9 من هذا الشهر آذار. المفوضية للحقوق حضرت اليوم بفريق تقصي حقائق لكتابة تقرير وتوثيق هذه الجريمة وإحالتها إلى المنظمات الدولية، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة في نيويورك، وأيضا كافة المنظمات المتعلقة لغرض اعتبار هذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية في هذه الناحية المنكوبة. قد لا تكون الشهيدة معصومة ولي الطفلة الأخيرة، لأن أعراض القصف تظهر على الأطفال والنساء وباستمرار، فمستشفيات كركوك تستقبل يوميا العشرات حتى بعد مرور أسبوعين على القصف الصاروخي السام.
هناك إصابات كثيرة وصلت إلى أكثر من 1200 إصابة، وهناك حالات حرجة بحاجة إلى نقلهم إلى خارج العراق للعلاج، لكن نرى الصمت الدولي والإقليمي والمحلي نسبيا موجود بحق هذه الفاجعة والكارثة الكبرى اللي حصلت على ناحية تازة خرمات والتركمانية للأسف الشديد، وبضمنها العملية السياسية. أسفنا كبير، عتبنا شديد على الحكومة المركزية والعملية السياسية في تأخير عملية تحرير بشير التي تبعد 3 كيلومترات عن مركز ناحية تازة خرماتو. أهالي تازة يطالبون المجتمع الدولي والحكومة والمنظمات الإنسانية بوقفة جادة وحل سريع لما يحدث في هذه المنطقة، فامتلاك داعش لأسلحة كيميائية يثير تساؤلات كثيرة ومخاوف في نفس الوقت حول تجدد القصف وعدم الإسراع بتحرير مناطق جنوب كركوك. جسدها الرقيق لامس هذه التربة القاسية، الطفلة معصومة شريف شيعها أهالي تازة اليوم. للشرقية نيوز أتلا الأغا كركوك. رجحت قيادات عسكرية في الأنبار حسم معركة استعادة هيد في وقت قريب، داعية السكان المحليين في القضاء إلى تجنب التحرك العشوائي بين الأحياء السكنية لتلافي سقوط ضحايا مدنيين. وتقول مصادر عسكرية إن الهجوم شمل 6 محاور، وإن العبوات لا تزال تعرقل التقدم سريعا نحو الحي الصناعي وحي المعلمين والجمعية الثانية وغيرها. مفادنا خطاب عادل أعدلنا التالي. على أبواب ناحية كبيسة غرب الرمادي يستمر القتال باتجاه مدينة هيت في عملية عسكرية كبرى بدأت بمختلف أنواع الأسلحة. الخطوط الدفاعية للتنظيم تعرضت لضربات عنيفة من الأرض والجو، جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات الجيش العراقي تضيق الخناق بشكل كبير وسط تقدم حذر بسبب كثرة العبوات والطرق الملغمة، وما يؤخر الحسم هو وجود آلاف المدنيين. قطعاتنا الحمد لله شرعت في قيادة الفرقة السابعة والقوات المتجحفلة معنا باتجاه تحرير مدينة كبيسة، تقدم رائع جدا حقيقة أسرع من المتوقع. كنا في إجاز في مقر الفرقة وحتى في القطعات أصلا ما لحقنا وياها، يعني كانت أسرع. الحمد لله الآن كما يذكرون قائد العمليات أنه قطعات أحد الأفواج على الطريق المعبد يعني باتجاه المعمل، تبعد حدود 6 كيلومتر، قطعات الأخرى حدود 3 كيلومتر. إن شاء الله معركة ستكون حاسمة في تحرير كويسة، وإن شاء الله هي باتجاه هيت. هيت أيضا المحور الآخر اللي قادم من مدينة الرمادي، وستلتقي القطعات من الجهتين في مدينة هيت إن شاء الله. 6 محاور للهجوم على هيت، بدايتها كانت باتجاه معمل سمنت كبيسة الذي أصبح تحت سيطرة الشرطة الاتحادية. أجزاء من منطقة هيت القديمة أو ما تعرف بالمعمورة تتخذها القطعات العسكرية مقرا لإدارة العمليات للزحف باتجاه الحي الصناعي وحي المعلمين والنساف وشارع السكلات والجمعية الثانية. قسم يتوجه إلى معمل كبيسة وقضاء كبيسة، والقسم الثاني توجه مع القطعات الموجودة إلى قضاء هيت. فرار مجاميع داعش باتجاه الرطبة والقائم فرار غير طبيعي، قاموا يتركون أسلحتهم ومعداتهم. إن شاء الله جايينهم أيام، إذا بالزايد إن شاء الله يومين، بحيل الله إحنا بهيت، بحيل الله، بحيل الله. وهلا بالشرقية خطوط الأمامية على رأسنا. إن شاء الله سورين، أيام أيام الله سورين، إن شاء الله سورين. قادة ميدانيون يهيبون بسكان هيت وكبيسة باتباع الإرشادات العسكرية والتقليل من التحرك بشكل عشوائي لتجنب استهداف المدنيين في معركة يؤكد فيها الجميع أنها ستحسم سريعا. على بعد أمتار تقع خلف مدينة كبيسة التي يسيطر عليها الجيش العراقي، والقوات الأمنية تتقدم باتجاه هيت وتقول أن السيطرة واضحة على جميع المداخل الرئيسية. من مشارف مدينة هيت، خطب عادل، الشرقية نيوز.
لجأ النازحون إلى كربلاء لحفر آبار يدوية بدائية بعد تفاقم الأزمة الحادة بمياه الشرب في مخيمات جنوبي المحافظة التي تضم آلاف النازحين من النساء والأطفال وكبار السن. وناشدت العائلات المرجعية الدينية والسلطات المحلية بإجراء حل جذري وعاجل لأزمة المياه، محذرة من انتشار أمراض غير معروفة جراء استخدام المياه غير المعقمة. نازحين في محافظة كربلاء، نطالب من محافظ كربلاء ومرجعية العليا أن يوفرون لنا ماء وكهرب. عتشوف يعني لا عندنا ماء، يعني اضطرينا ماكو ماء. كل 12 يوم يجينا التنكر يترس 1000 لتر، 1000 لتر ايش يكفي؟ هاي حالتنا، لا ماء ولا كهرباء، كل 12 يوم ماء. اضطرينا نسوي نبير يدوي حتى انه هو مو صالح للماء يشرب، حتى نغسل بيه هدوم، نغسل بيه مواعين، نغسل بيد بيه المبردات، ماكو ماء. كل 12 يوم يجينا ماء. رحنا في البير ماي ماكو، كهرب ماكو، كهرب ماكو، ماي ماكو. من الساعة 5 يشغل المولد ل 12 بالليل وبعد ماكو. هسه نحفر البير على مود المبردات والغسل وشرب ماكو. السبب انه حفر الابار، الناس ما عندهم يعني حالتهم غير ميسورة، يعني ما عندهم، يجوز ما عنده 50,000 دينار، فيحفر له بير على مود انه 15 يوم كل 10 ايام يجي له ماي، ما يكفي. مثلا لو عائلة متلف من 5-6 افراد ما تكفيهم يوم او يومين، فيضطر انه يسحب الماي البير يعوض على الأيام اللاحقة. لا تزيد المسافة بين الباب المعظم والباب الشرقي في قلب بغداد التجاري المار بأسواق الجملة لا تزيد عن 7 كيلومترات أو أقل، غير أن الرحلة قد تستغرق ساعة أو أكثر جراء الازدحامات المرورية، خاصة خلال أوقات الدوام الحكومي. المسافة تضم دوائر حكومية عدة وأسواقا للجملة وقصصا لموظفين يقدمها جميعا. تقرير ميناس السهيل، نتابع. سنرافق حافلة نقل الركاب ذات الطابقين من موقع انطلاقها من ساحة التحرير وسط بغداد حتى منطقة باب المعظم. عدد قليل من الركاب الآن صعدوا إلى الحافلة، ومن المؤمل أن يلتحق المزيد من الركاب خلال المحطات الكثيرة التي ستواجهنا على طول الطريق من منطقة باب الشرجي حتى منطقة باب المعظم. عدد الركاب بدأ يزداد، معظمهم من أصحاب الدخل المحدود. دخلنا شارع الجمهورية، من خلف النافذة تتضح حركة المتبضعين لسوق الشورجة. موظفون اشتكوا من الاختناقات المرورية التي تحاصر وسط المدينة. احنا الزحام كاتلنا، متنا يعني نوصل للدائرة مالتنا تقريبا، لو نطلع بالستة، ستة ونص، نوصل بثمانية، ثمانية ونص، يعني الزحام. المسافة التي تقطعها الحافلة من منطقة الباب الشرقي حتى منطقة الباب المعظم حوالي 7 كيلومترات، أما الوقت فيقدر ب60 دقيقة، والسبب الزحامات المرورية. الوقت يعطي فرصة للركاب لتبادل أطراف الحديث عن الهموم اليومية. مرات تقعد بصفك، خصوصا هسه يعني الحال ماشي بالبلد، ركود بالسوق وهاي، فالناس تحب تفرغ عن همومها مرات، يعني يسولف ويا بصفه اكثر شيء. البعض فضل الحافلة ذات الطابقين لقضاء وقت فراغه والنظر من الطابق العلوي لأهم معالم بغداد. والله عندي وقت زايد وفراغ والمنطقة الزحام، فقلت أتمشى بالباص مع المصلحة هادئ ويمشي بهدوء نتفرج على بغداد. بغداد حلوة. سلمنا الأجرة بيد السائق مباشرة ونزلنا في وسط الطريق لتكمل حافلة نقل الركاب رحلتها إلى محطتها الأخيرة. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. لا يزال نظام العودة بالكفالة ساريا في صلاح الدين بعد إعادة أكثر من 60 عائلة من مخيم العباسية غربي سامراء إلى قراهم في منطقة الجزيرة. وقال مسؤولون عن ملف إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة إن إعادة العائلات إلى شارع وطبان مستمرة على أن تتم إعادة عائلات الخزيمي والشريف عباس خلال الأسبوع الحالي. عبد السميع الزاوي والتفاصيل.
أكثر من 60 عائلة نازحة في مخيم العباسية غرب مدينة سامراء أعيدت إلى منازلها التي نزحت منها في بداية الشهر الحالي إثر اندلاع العملية العسكرية في منطقة الجزيرة، حيث قام الجهد الهندسي بتنظيف المناطق من العبوات الناسفة بعد اكتمال عمليات التحرير، وتمت إعادة العائلات وفق نظام الكفالات الذي اعتمد من قبل القوات الأمنية. اليوم بدأت الخطوة الأولى بعد تحرير المنطقة وتطهيرها وتنظيفها بالجهد الهندسي اللي هي الهندسة وتنظيف البيوت من التفخيخ، لأن تعرفون المنطقة اللي يدخلها داعش هو يفخخها ويطلع. البارحة رجعنا عوائل، واليوم هسه اللي يشوفوا هاي العوائل اللي واقفة اليوم إن شاء الله كلها راح ترجع وين شارع وطبان، لأن شارع وطبان كمل هاليوم باشر علي خزيمي اللي وراها على الشريف عباس، يعني احنا بالتدريج. بالزغاريد وبفرح كبير دخلت النسوة إلى المنازل التي تركت منذ حوالي 3 أسابيع واستبشرت بعودة الحياة إلى المناطق التي تعد السلة الزراعية المهمة لمدينة سامراء والمدن المجاورة لها. فرحانين والحمد لله إن شاء الله على سلامتكم، الله نصركم والله يسلمكم يا عيني، بس الرد على حلينا إن شاء الله بالخير والسلام وعلى ديرتنا. إن شاء الله بفترة قليلة لا يقل عن 3 أيام 4 أيام نخلي المخيمات من السكان، بس هناك أكو قضايا أمنية في جزيرة سامراء، هذا بيت مفخخ، هذا أكو يعني شغلات مخلفات داعش. وكانت القوات الأمنية قد افتتحت بالتعاون مع الإدارة المحلية للمدينة ومنظمات المجتمع المدني مخيم العباسية للنازحين الذي ضم ما يقرب من 1700 عائلة نازحة من مناطق شنانة والخزيمي والبغدادي وقرى جزيرة سامراء الأخرى. من سامراء عبد السميع عزاوي، الشرقية نيوز. تبادلت أوساط توزيع المشتقات النفطية في النجف الاتهامات بخرق القانون والفساد بعد إيقاف مديرية توزيع المشتقات العمل بالبطاقة الإلكترونية بسبب شبهات فساد وتجاوزات تقول إنها تجاوزت 6000 عام أو 6000 حالة خلال أعوام. وهددت الشركة المنفذة بمقاضاة وزارة النفط لإخلالها ببنود العقد المبرم فيما يدفع المواطنون ثمن الإرباك. علي الحاج والتفاصيل. جدل كبير تشهده النجف بسبب إيقاف مديرية توزيع المشتقات النفطية العمل بالبطاقة النفطية الإلكترونية التي وزعت في المحافظة مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي ولد حالة من الاستياء والاستغراب لدى معظم النجفيين بسبب ما أسموها القرارات غير الصائبة التي أثقلت كاهلهم. كانت ذيك البطاقة شال عقلوبنا واستنساخات، وهاي اشتريناها بفلوسنا ب10,000 دينار، هسه همينا تعال جيبوا بعد 10,000، مين نجيب احنا ناس فقرة؟ ضرر بها هاي من يغيروها، تعال جيب بعد همات مبلغ وجسمه يأخرونه وجيب لي جورد هاي وتتيل بنا علينا. مديرية توزيع المنتجات النفطية فرع النجف عزت قرار إيقاف العمل بالبطاقة الإلكترونية إلى عدم كفاءتها، كاشفة في الوقت ذاته عن حالات فساد رافقت عمل الشركة المنفذة لهذا المشروع. أن هذا البرنامج يعني تم إيقافه بناء على توجيهات الوزارة على ضوء المعطيات واللجان المشكلة من لجان تحقيقية ولجان تقييم لهذا البرنامج لوجود حالات تكرار في التجهيز وبطاقات مزورة وكذلك ضعف برمجي تؤدي إلى تجهيز كميات من المنتوج خارج الضوابط. فيما نفت الشركة المنفذة للبطاقة النفطية الاتهامات الموجهة لها، أكدت أنها تحتفظ بحقها القانوني اتجاه مديرية توزيع المنتجات النفطية التي أبرمت عقدا غير قانوني مع شركة أخرى دون الرجوع إليها. تفاجأت شركتنا بإصدار كتاب إيقاف أو تعليق البطاقة الوقودية الإلكترونية في محافظة النجف الأشرف، واتهموا أن شركتنا هي غير رصينة رغم أنها قد كشفت الكثير من البطاقات لأكثر من 6000 بطاقة تموينية في هذه المحافظة. حاليا شركتنا ستقوم دعوة بسبب أنهم تجاوزوا صلاحيات المحافظة التي هي صاحبة العقد على كل من اتهم شركتنا من خلال توفر بطاقات مزورة وتشهيرها بأنها غير رصينة رغم أنها قدمت خدمات كثيرة لمحافظة النجف الأشرف. يذكر أن محافظة النجف اضطرت للتعاقد مع شركة خاصة لتزويد المواطنين بالبطاقة الإلكترونية بعدما عجزت عن إيقاف حالات الفساد التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية في البطاقة التموينية.
التي وصلت إلى أكثر من 6,000 حالة تزوير. من النجف علي الحاج، الشرقية نيوز.